ده مبارك جدا واللي اتاخر بقى يجوا حاضر. الموضوع النهارده كم واحد فيكم حضر ابراهيم لسه في الكليه؟ فهمتوا ايه؟ ما كلكم حضرتوا؟ لا فهمتوا ايه؟ فهمتوا منها ايه؟ انا فهمت انه حاجه حلوه قوي بس لا مهم والله جدا مهم جدا لا 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 ماما حلو يعني ابراهيم اللي هو اللي هو طيب حلو يبقى العياده اللي بره في الشارع بتاعت استاذ الدكتور اكبر استاذ في كليه الطب في مصر ده ايه؟ لا ده برايمري هيلث كير لا ده برايمري هيلث كير عميد الكليه لما يفتح عياده برايمري هيلث كير اصبروا معايا ولا استاذ في مصر تقريبا فاهم برايمري هيلث كير في حد فيكم سافر بره شاف او يعرف حد بره العيادات بره عامله ازاي بره العيادات عامله ازاي اه جي بي اللي هو الفاميلي دكتور ده بيبقى فاهم في الدكتور كده فاهم في اي حاجه واحد ما هو بتوجعه طب مين اللي فاتح عياده بره مين اللي فاتح عياده بره في اوروبا كده شرح انا بقول شرح انا بقول شرح يا دكتور انا سالني شرح هي المقدمه بتاعت شابتر مهمه جدا تعرف تجيب رقم اسمك في الدنيا اللي فاتح عياده جي بي ده شرح ما حدش يسرح صفحه واحد ها استاذ خلاص معايا طلب عن سبيشاليست في عياده الجي بي طب هقول لك على مفاجاه ثانيه هقول لكم على مفاجاه ثانيه عشان تبقوا أو اشرحها بشكل تاني بسيط احسن من كده بص هعمل مقدمه يا ياسمين ربع ساعه 10 دقائق ال 10 دقائق الشابتر كله الاسئله كلها اللي هتيجي من المقدمه دي يعني مش هيجي تيجي نفسها هتبقى النوتس بعد 10 دقايق دلوقتي يا جماعه كل سنه يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده يا جماعه الفكره ببساطه اللي هحكي لكم ده يا جماعه موجود على الورق في القانون المصري من سنه 78 ده موجود على الورق لكن ما بيطبقش اذا اوعى حد فيكم يقيس على الواقع المصري هنشرح الاول الواقع العالمي ايه وبعدين نشوف الواقع المصري يتطبق منه ايه بصوا المفاجاه بقى البابليك كلها هي الشطر ده يعني البابليك كلها عايز تفهمها هي بتتكلم على ايه المدري ايه اصلا السؤال بتاع اول السنه لاحمد اللي الناس كتير قوي سالتوه يا مدري ايه قلت لهم ما اقدرش اقول لكم بالتفصيل ماده ايه لغايه ما ناخد تطبيقات لها النهارده بقى نقول الماده دي اصلا بص يا جماعه انا هحكي لكم قصه على ايامنا هنا في طب القصر العيني كان زمان قوي في طب القصر العيني في دكتور ما اعرفش لسه عايش ولا لا كان دكتور محترم قوي ده كان كبير في السن واحنا صغيرين يعني كان اسمه دكتور امام دكتور امام يا جماعه كان من اكبر اساتذه الجراحه في مصر والعالم كله الدكتور ده ما كانش فاتح عياده قال لك انا واهب وقتي لله هتعمل ايه؟ هاجي كل يوم الساعه 8 الصبح قبل القانون معايا العياده بتاعت الساعه 9 الصبح على الخارجيه بتاعت القصر العيني ده انا هاجي 8 الصبح والمفروض تقفل الساعه 12 على اساس يمشي الساعه 12 لا ده انا همشي الساعه 5 مساء ولو في موظف يرضى يقعد معايا لغايه 10 مساء يفتح العياده عشان ده قانون لازم تذاكر ورق رسمي والورق الفلوس راحت للدوله والكلام ده انا موافق اشتغل طول اليوم ويجي كل يوم الساعه 8 الصبح يعمل انا مستعد اعمل عمليات للناس ببلاش كده يا جماعه الراجل ده فات مصر ولا ضرها؟ فات مصر اضر مصر جامد جدا بصوا بقى الموقف الجاي اصبر بس هتعرف قصه ايه بصوا يا جماعه ايه يا جماعه دكتور حسام موافي يدخل يشرح محاضرات طول عمره تطوع للمجتمع هو قال على نفسه الجمله دي تطوع للمجتمع ويشرحها ببلاش بدل الكورسات ويشرح البطنه من احسن اساتذه في مصر افاد الطلبه ولا ضرهم ضرهم بص اكبر من الوقت معهد الاورام اللي تروح تقطع تذكره بجنيه بجنيه وتاخد يا جماعه الدواء ثمنه ربع مليون جنيه اضر مصر ما فاداش باي حاجه ليه؟ اي دوله في العالم قالت احنا لازم نعمل سيستم للصحه الصفحه الاولى دي لو ما فهمتهاش هي دي البابليك كلها لازم اي دوله في العالم معاها الصحه يبقى لها سيستم بصوا يا جماعه وعشان كده اي دوله في العالم لو فيها ناس عباقره بس افراد بيعملوا كافراد يبقوا عشوائيين ما فيش سيستم لازم نعمل سيستم فقالت لك السيستم ده هنعمل ايه؟ كله بالك معايا هنقسم الموارد بصوره زبده الموارد ولا بالعربي عشان دي مهمه جدا بالانجليزي هنترجمها ترجمه ثانيه خالص الموارد يعني الامكانيات اي دوله في العالم عندها امكانيات صحيه ايه الامكانيات يا جماعه؟ منشات مباني ايه الامكانيات؟ افراد موجوده ايه الامكانيات؟ اجهزه هنقسم هذه الامكانيات الى ثلاث مستويات المستوى الاول ادي المستوى الثاني ادي المستوى الثالث بصوره معايا ايه اللي يحصل؟ انا هحكي لكم بقى حكايه الدكتور ايناوي اللي ابراهيم استغرب منها بص يا بص يا ندى بقى ركزوا معايا تعالى جاوب على كل سؤال انتوا ما عرفتوش الاجابه بتاعته ازاي دكتور ايناوي ضر مصر اقول لكم ضر مصر ازاي القانون بيقول يا جماعه لو واحد قطع تذكره حكوميه الاول بجنيه طب التذكره بجنيه كان زمان ربع جنيه لو واحد قطع تذكره حكوميه الاول واحد قطع الثاني مين هيكشف الاول بالقانون بالنظام الاول ده حقه بصوا المصريين من حق كل واحد يشخص نفسه تشخيص مبدئي يعني اقول لك اللي جابه الدكتور ايناوي انه بص على الحته اللي ورمه عنده قال لك ده اكيد حب الشمال عنده ده ورم سرطاني كان او هنا انا برتعش شويه او بردان شويه انا عندي مشكله في القلب فرايح لدكتور ايناوي يقطع التذكره الاول يقف في الطابور 1000 واحد دكتور ايناوي الدكتور الكبير وصح مجهوده اروح ازاي بقى؟ اول واحد عنده برد بالقانون لازم اعالجه تاني واحد عنده انفلونزا بالقانون اعالجه تالت واحد يخيط جرح الدكتور الكبير يدعوته في خيط جرح اللي بعده عايز يفتح خراج يفتح له خراج اللي بعده ما اعرفش ايه اللي بعده ايه تيجي الساعه 5 مساء ما عملش ولا عمليه من تخصصه ما فاتش مصر باي حاجه لان القانون عشوائي بصوا بقى معهد الاورام نفس الكلام اي واحد عنده حد شباب فاكره كانسر راح قطع تذكره بجنيه واقف في الطابور الناس بتوع معهد الاورام الكبار جدا وقته ده يفتح خراج ويخيط جرح وما اعرفش يعمل ايه ويحول ايه
والناس اللي عندهم كانسر بجد ما استفادوش بالخدمه. قال لك هنعمل بقى هنقسم الموارد الصحيه الى ثلاث مستويات. المستوى الاول اسمه برايمري سيكير. يا جماعه هذه المحاضره كان لازم تاخدوها اول محاضره في البابليك يا ريت. هذه المحاضره كان لازم تاخدوها اول محاضره في اولى طب. تدخل اولى طب دي اول كلمه داخل اولى طب فهموا منها كليه الطب يعني دلوقتي. قال لك المستوى الاول هنسميه برايمري، المستوى الثاني عبد الرحمن هسميه سكندري، المستوى الثالث يلا خد بسرعه، المستوى الثالث هسميه تيرشري. يلا خد محمد لسه بقول كلمه في برايمري سكيل بس مهمه جدا بس انا قلته ركز معايا بقى. برايمري وسكندري وتيرشري نحط في المستوى الاول كويس معايا في كلمه فاطمه ركزي دي اهم كلمه بناخد برايمري سكيل ولسه مش هفتح النوتس اصلا خالص. يعني كل ده لسه مقدمه هي البابلت كلها هي الموضوع كله. قال لك المستوى الاول فيه الموارد الصغيره. يعني ايه الموارد الصغيره؟ يعني المباني الصغيره والدكاتره الصغيره صح؟ ادي اسمع عمرو كان صح المباني الصغيره والدكاتره الصغير ادي المباني الصغيره والدكاتره الصغير. هقول يعني كمان شويه المباني الصغيره. ايه بقى المباني الصغيره دي يا جماعه؟ انسوا يا جماعه المفهوم المصري الغير حقيقي اللي ما حدش بيفهمه في مصر اللي هي ده جورنان حكومي فيبقى تابع للدوله وجورنان قطاع خاص فيبقى تابع لرجل الاعمال. يا جماعه اي دوله في العالم الحكومي عنده ضمير والقطاع الخاص عنده ضمير ولها مبادئ. مفيش حاجه اسمها حكومي وقطاع خاص. يعني دي الوحدات الصحيه بتاعت الحكومه بصراحه ودي العيادات الخاصه. الفرق الوحيد بينهم ان ده اللي بيدخل الدخل في جيب الحكومه وده بيجيب صاحب العياده. لكن الاثنين ماشيين بنفس القاعده. يقول يا دكتور انت هتساوي دي بدي. يا جماعه دي اوضه وصاله في امريكا وايه اوضه وصاله؟ يعني ده مبنى صغير وايه امكانيات صغيره وده مبنى صغير وامكانيات صغيره. المستوى الثاني في المستشفيات العامه. كلمة العامة مش الحكومية، كلمة العامة يعني فيها بطنة وجراحة ونسا وأطفال وأنف وأذن وكل العك الصغير نص نص ده. المستوى الثالث بقى أكبر أساتذة وأكبر إمكانيات في الرمض، معهد الرمض بتاع رمض بس، معهد الكلى ده بتاع كلى بس يعرف يعمل أي حاجة في الكلى، معهد الكبد يعرف يعمل أي حاجة في الكبد، معهد القلب يعرف يعمل أي حاجة في القلب، ده أكبر مستوى. ادي الثلاث مستويات. وهنا يا جماعه بصوا هرسم الدكتور زلك، هنا الدكاترة الأكبر شوية دول أهو، وهنا الدكاترة الأكبر خالص. أنا برجعها بشكل بسيط. المستوى الاولاني مع اي دوله في العالم مالكيش دعوه. يا قلت قبل الدخول يا فاطمه مالكيش دعوه بيحصل في مصر ايه. تعال نشوف الاول العالم بيحصل في ايه وبعدين نشوف مصر بيحصل فيها ايه. بصوا المستوى الاول بصوا معايا اي مواطن كان سواء كان سليم او تعبان عايز صحه. يا دكتور هو في واحد عايز صحه سليم عايز صحه يا جماعه عايز انستيتيوشن واحده حامل تبع الحامل دي سليمه واحد عايز تطعيم ولا سليم سواء التعب بتاعه تعب صغير او تعب كبير يعني عنده عمليه قلب مفتوح يروح الاول البرايمري. مش من حق اي حد يا جماعه يروح مستشفى كده منه نفسه. لازم بره يروح الاول العياده يروح الاول البرايمري حاجه صغيره خالص. انا اديكم مثلا انا بصر يا جماعه والمثل اللي انا اقوله ده مبالغ فيه من ناحيه القليل مش من ناحيه الكبير. ايه يا جماعه في اليوم الواحد كام واحد عايز برايمري في مصر؟ اديكم مثلا قول الرقم ده كبير ولا صغير. 20 مليون مواطن يوميا بيروح للبرايمري سكيل. ايه يا جماعه لو يوميا 20 مليون مواطن معظم المواطنين دول 20 مليون عندهم مرض جامد ولا مرض نص نص؟ فيه ده من لا طب معظمهم انتوا معظمهم ها ده 19 مليون بص رقمها 19 مليون 950 الف واحد حاجات تفهم. فالممارس العام يعمل ايه يا جماعه؟ اللي عنده خراج يفتحوا له اللي عنده انفلونزا يعالجها له ركزي يا فاطمه شفت مثلا بنت دخولي اللي عنده انفلونزا يعالجها له اللي عنده خراج يفتحوا له اللي عنده برد يعالجه له اللي عنده مرض جلدي يعالجه له حاجات كلها تفهم. هيبقى كام الف مشاهدين يلا حبيبي بسرعه صباح الخير يلا بسرعه عشان الموضوع ده مهم جدا ورخم جدا. يبقى كام الف ما قدرش البرايمري يا جماعه تعمل معاها؟ ها 50000 وصوات ال 50000 اللي عايز قيصري واللي عايز يفتح زايده واللي عايز يعمل واللي عايز يشيل طحال وصباح حاجات كبيره اسبرين اهو كل ركز معايا ركز يا حبيبي المثل ده هو البابلو كلها. يلا يا جماعه ال 50000 يعمل يا جماعه؟ يروح محولينهم على انا مش هكتب فيهم بقى الممارس العام يروح جاي محوله على السكندري. بصوا معايا السكندري هتلاقيها يا جماعه ده بقى مستشفى ايه بقى المنيره ده مستشفى امبابه ده مستشفى ايه فيها حاجات صغيره كده. يعمل ايه بقى يا جماعه؟ يعرف يعمل ولاده قيصريه يعرف يفتح يعمل زايده يعرف يعمل كذا. ال 50000 اللي اتحولوا يا جماعه حد عارف السكندري عليه منهم كام؟ مثلا انا قلت لو انتوا تدخلوا 49950 مواطن باقي كام مواطن ما اعرفش يعالجوهم باقي كام مواطن ما اعرفش يعالجوهم 50 يوم حولينه على معهد الاورام تلاقي معهد الاورام قدام واحد بس. ما حولنا على دكتور قناوي اللي عايز يعمل قلب مفتوح تلاقي قدام واحد بس. ما حولنا على دكتور كذا تلاقي اكبر دكتور في مصر يا جماعه قاعد شغال هادي قدام معهد الاورام واحد قدام معهد الكبد واحد قدام معهد القلب واحد فتلاقي التيرشر قدام واحد بس. اي دوله في العالم هذا الاحترام. انا قلت حاجه مهمه جدا بتدخلي فحاولي تلقطيها لان البابليك كلها المثل ده. ايه يا جماعه ببساطه؟ لان الموضوع ده هتفهمه فعلا في الكليه فببساطه هفهمه لكم اقولها تاني بسرعه عشان حبيبي الله يرحمه بسرعه. اي مواطن سواء سليم او تعبان مش لازم
لا لا اصل مهمه جدا. اي ده مفتاح الموضوع كله اصلا يعني عشان ما اخرش الناس. لا لا دقيقه بالظبط ان شاء الله بعد اذنهم يعني. احنا عايزين بص بقى اي مواطن سواء كان سليم او تعبان يا جماعه اي مواطن كان سليم او تعبان ربنا يشيل جماهيره ان شاء الله. اي مواطن يلا اي مواطن سواء كان سليم او تعبان بص يا اخ يعمل ايه؟ يروح رايح الاول برايمري مش محقق اي حد بره يروح رايح اي حته كده. اديكم مثلا يا جماعه دلوقتي حبيبه مثلا لو قدر الله عايزه تعمل اي خدمه صحيه هي بما انها طالبه في طب اول مكان هتروح فين؟ القصر العيني براحتي ده لما المكان بتاعي ده بره لا بره تروح الاول برايمري. البرايمري يعالج على قد ما يقدر ما يقدرش يحول على السكن. السكن بيعالج على قد ما يقدر ما يقدرش يحول على الترش. اذا ده يا جماعه في الوحدات العيادات الخاصه ده في المستشفيات الهيلث يعني يا جماعه صغيره ده في المستشفيات العملاقه اللي معاهم دكتوراه بقى ومعاهم حاجات على مستوى العالم كله واساسه كبار جدا ده المستوى الثالث. لحظه بقى كل ده معايا اذا مش من حق اي حد يا جماعه يروح القصر العيني اللي هو المستوى ده الا لما يروح الاول عياده وتفشل ويروح مستشفى المنيره وتفشل بعد كده يروح القصر العيني. لحظه لسه هحكي لكم بقى ايه اللي بيحصل في مصر من هذا الواقع. واحده واحده بقى المستوى الاول فيه بسرعه تانية يا فاطمه يلا فاطمه اهو يلا حبيبه بسرعه انتوا الاثنين اهو. المستوى الاول فيه المنشات الصغيره والدكاتره الصغيره. ايه بقى المنشات الصغيره؟ لا لحظه بقى ايه المنشات الصغيره؟ هي الوحدات الصحيه بتاعت الحكومه والقطاع الخاص العياده الخاصه. اذا العياده الخاصه برايم هيلث كير يلا ما عملتش دعوه الواقع المصري. المستوى الثاني في المستشفيات العامه اللي فيها بطنه وجراحه ونساء واطفال بالسؤال بالمنطق يا جماعه هي المستشفى اللي فيها كل التخصصات الكتيره دي كلها هل هيكون فيها واحد معاه دكتوراه ولا ماجستير بالعافيه؟ ماجستير بالعافيه مالكش دعوه الوقت المصري مالكش دعوه الوقت المصري يعني ماجستير بالعافيه يعني يا جماعه يعني بقى مستشفى المنشاوي في طنطا يعني اللي هيكون فيها بطنه وجراحه ونساء واطفال هتكون هتعمل لا لا دي مثال هتعمل اكبر حاجه يا جماعه اكبر عمليات في النساء ولا عشان يجمع فيها جراحه ونساء واطفال وبطنه حاجه بسيطه في النساء كده حاجه بسيطه في الجراحه كده لكن عمليه قلب مفتوح مستوى ثالث. فهمتوا الفكره عامله ازاي؟ يبقى ما حدش يروح للمستوى يا حبيبه ما حدش يروح للمستوى ده الا لما تحول للمستوى ده ما حدش يروح للمستوى ده الا لما يكون المستوى ده كده. اتكلمنا عن المنشات باقي الدكاتره هنا يا جماعه جي بي الممارس العام اللي معاه بكالوريوس بس اسمه بقى هنا سبيشاليست متخصص وليه قال متخصص ما قالش ماجستير لان ممكن يبقى دبلومه ماجستير او دبلومه. هنا يا جماعه سكيلز معاه مهارات ده مستوى اعلى من الدكتوراه. عارفين ليه يا جماعه؟ ده مش بس معاك دكتوراه يا ابراهيم ده انت طلعت فرنسا اتدربت على جهاز واحد بس ده انت طلعت المانيا اتدربت على عمليه واحده بس انت في العمليه دي في زيك بالرغم ان انت دكتور اطفال كبير. لكن يا جماعه مش معنى كده ده انا اطفال انا بتاع كل حاجه في الاطفال لا ده بتاع بس النيورو في الاطفال ده اي كارديو بتاع الاطفال ده مش بتاعش انا بس بتاع كارديو بتاع اطفال لكن كل حاجه في الاطفال حاجه كبيره جدا. بصوا ده المستوى الثالث بقى بصوا اللي يحصل ادي الدكاتره. السؤال يا جماعه اي مستوى من الثلاثه بيخسر الدوله فلوس وتعمل تقول يا حبيبه المستوى الاولاني ببلاش اقطع تذكره بجنيه اخد الدواء واخد الخدمه يبقى بتخسر الدوله ولا بكسبها؟ المستوى الاولاني ليس كوست مش مكلف لحظه مش مكلف لمين بيجي سؤال في الامتحان لو مش مكلف للكوميونتي للمجتمع لكن مكلف للسيستم للدوله لا مكلف لده ولا مكلف لده. فمره طالب سالني ازاي؟ يعني المستوى الاولاني ده دكتور ما يكلفش ازاي؟ انا هحكي لكم على تجربه حصلت لنا في طنطا. كان في يا جماعه احنا لسه صغيرين انا قضيت في طنطا اولى وثانيه وثالثه وقضيت في اصعيه رابعه وخمسه وانا في طنطا يا حبيبه لا انسى تجربه سودة من استاذ دكتور احمد الاستاذ ازاي معقدين يعني. في استاذ معقد كان لسه معيد في قسم البايو دخلنا اولى طب فقال لنا ايه اللي دخلت كليه الطب يا جماعه؟ بقول له ايه اللي لا لحظه 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 اسمع لي ايه بالنص ايه اللي دخلت كليه الطب يا جماعه؟ قلنا له يا دكتور احمد احنا مبسوطين قوي ان احنا دخلنا كليه الطب ومبسوطين. فرد عليه بقى انتوا دخلتوا كليه الطب يا جماعه انتوا داخلين هتطلعوا حاجه نروح نطلع دكاتره. قال لك مين اللي قال لكم تطلعوا دكاتره؟ انتوا يا جماعه ما بتدرسوش طب ده انتوا بتدرسوا تاريخ الطب. قلنا له يعني مش فاهمين تاريخ الطب؟ قال لي يعني انتوا متخيلين يا جماعه ان في امريكا بنعلمهم زي ما بيعلموكم كده نجيب السبرتايه ونسخن اليورين عشان نشوف في قلب ولا لا؟ نورمال ايه اللي بيحصل في امريكا يا دكتور ايمن؟ لا في امريكا جهاز عملاق تحط عليه اليورين تدوس على الزرار يقول لك في قلب ولا لا؟ يعني احنا امريكا فيهاش سبرتايه فطلعنا يا جماعه متعقدين يعني احنا نطلع بره هنلاقي ما عندهمش سبرتايه لغايه ما كبرنا وعرفنا. لحظه يا جماعه ان المستوى الاولاني بره في برضه السبرتايه هتلاقي الدكتور الامريكاني برضه قاعد زيه زيك يجيب السبرتايه ويحط عليها اليورين يسخنها وينزل اليورين بعدها يحط عليها القهوه ويشرب قهوه. الفرق الوحيد بينك وبينه مش اصفر بس يعني اي فرق يعني هناك هتلاقي كل حاجه برضه. لحظه يعني كل شيء زي والله بهرج. لحظه يا جماعه عارفين يا جماعه يعني المستوى الاولاني انا ما بهرجش اسمعني بقى شوف دخلت يا حبيبك متاخر تمام يعني فقدت معلومه وضيعت توقع معاك فسيبي توقع بقى تكمل ده اول مره تركز من اول حصه يا جماعه ببساطه اقول لكم المستوى الاولاني في ايه. بصوا يا جماعه المستوى الاولاني ما بيغلبش الدوله يا جماعه انا فضلت اتخيلها وانا طالب صغير هو المستوى الاولاني ده فيه امريكا بصوا يا جماعه في يا جماعه زي وزيك بالظبط سنين تقدمت زمان في العشرينات سنه 1920 في مصر وامريكا. ايه اللي حصل؟ في مصر يا جماعه مين اللي تبرع يا جماعه بالعياده بالوحده الصحيه للدوله العمده؟ كان عنده اوضه بتاعت الجاموس. ف
فقال لك خلاص انا اتبرع بيها للدوله عشان تبقى خير واعمل عمل خير. يبقى الدوله دفعت ولا مليون ايجار ولا مليون. جوه الاوضه نفس الكلام في امريكا يا جماعه، برضه هناك واحد عمده تبرع برضه بالاوضه. عملوا فيها ايه زمان في العشرينات؟ هنا وهناك زي فعلا زي ولا عملوا جواها مصطبه ضده. المصطبه دي معاك كده مظبطه، هو اللي واحد صاحب مصطبه اهو ما كلفتش الدوله حد، وراحوا جايين معاهدين دكتور على المصطبه وكاتبين فوق ورقه غرفه للطبيب، وجنبه ممرضه وغرفه للتمريض، وجنبه كوبايه بلاستيك معمل التحاليل غرفه التحاليل. اذا كلفه الدوله ايه؟ ولا لحظه، لا كلفه الدوله حاجه والله بهرج، كلفه الدوله حاجه. مرتب الدكتور كان لغايه سنه 2004 127 جنيه، فكلفت مرتب الدوله 127 جنيه، ده بيقطع زكي في اليوم الواحد وفي الشهر 127 ب 500 جنيه. يعني يا جماعه الدوله بتدخل لها اكتر من تجيله الدكتور. اذا المستوى الاولاني ده مكلف للسيستم ولا مكلف للدوله او المجتمع؟ في عكس كده؟ المستوى الثاني مكلف ولا مش مكلف؟ المستوى الثاني نعم السكن اللي مكلف ولا مش مكلف؟ طب مكلف ليه؟ حد يقول لي عبقري ليه؟ في عمليات، طالما في عمليات مكلف. اما المستوى الاولاني يا جماعه اخرك يا جماعه شويه الموضوع ده حقيقي. المستوى الاولاني يا جماعه ما بيكلفش اي حاجه، المستوى الثاني عشان في عمليات مكلف والثالث مكلف، المستوى الاولاني مش مكلف، ده التكلفه. يا جماعه مين يقول لي تعريف المستوى الاولاني ايه؟ انا هقول لكم يا جماعه تعريف المستوى الاولاني مين ادق واحده فيهم. المستوى الاولاني هو الفيرست كونتاكت، اول اتصال ما بين المواطن والسيستم. طبعا عارفين عايز يا جماعه اي مواطن عايز صحه يروح الاول مين؟ ها برايمري سكيور. ركزوا معايا يا جماعه، المستوى مع مين يا جماعه؟ المستوى الاولاني فيه سليم، يلا يا جماعه في سليم ومريض، يبقى المستوى الاولاني فيه بريفنتيف وقايه وكيورتيف علاج. اما المستوى الثاني يا جماعه هيكون علاجي ولا وقائي؟ يلا ها كيورتيف بس. المستوى الثالث كيورتيف بس، اذا المستوى الثلاثه فيهم كيورتيف بس الاولاني مميز عن الباقي ببريفنتيف. فعشان كده الاولاني ليه تعريفين، التعريف الاولاني فيرست كونتاكت والتعريف الثاني بريفنتيف في الطب الوقائي. لحظه يا جماعه، طب ده في الممارس العام بصوا ايه اللي هيحصل لكم كله يا جماعه؟ اول ما تتخرج يا جماعه حاجه من الاثنين، تروح تتعين في الجامعه يا تطلع يا جماعه ممارس عام جديد، هتاخد التكليف سنتين. التكليف يا جماعه يروح جاي رايحتك في وحده صحيه في قريه، فتقول لهم عامل ايه بقى؟ لا انا مش هقدر اروح وحده صحيه في قريه يا حبيبي بقى، انا هجيب واسطه عشان بابا ينقلني الى مستشفى. باباك يبذل مجهود ويبذل مجهود ويبذل مجهود، يجي عند الحلقه الاخيره بتاعت امتى الوزير يقول لك القانون يمنعني ده السجن لو مضيت. عارفين يا جماعه؟ عشان وزاره الصحه تخصصين يا جماعه، طب وقائي وطب علاجي، الوزير نايبين، نايب للطب الوقائي ونايب للطب العلاجي. لحظه بقى، بص يا جماعه ازيك؟ بص ازيك يا حبيبي؟ ده الطب العلاجي وده الطب الوقائي. يعني باباك اخره ينقلك من واحده لوحده ثانيه، فخليك ذكي بقى ناخدها لو في واحد عايز وصفه بقى. لا هناخد في حاجه اسمها برايمري هيلث كير وحالات صحيه في مصر للطيران تمام، والمواني يبقى كل يوم رايح بلد وكل يوم رايح مكان، يبقى برضه جي بي برضه، فخليك ذكي ما روحش بقى مكان في تخصص. فهمت الفكره عامله ازاي؟ لا يبقى هتلعب جوه البرايمري هيلث كير ده الطب الوقائي. لحظه بقى، باقي كليه الطب يعني ايه؟ لو تقف اول الحصه كان هذه المحاضره بتبقى فرصه طب. كليه الطب يعني يا جماعه؟ يا حبيبي بقى ركزوا بقى يا جماعه، انا باخد يا جماعه بطنه ده اهو، باخد كليه الطب يا جماعه بطنه جراحه نساء اطفال اناتوم فيسيولوجي كل المواد اللي عندنا اهو وكوميونتي. ايه الفرق بين الكوميونتي على جنب وكل مواد الطب على جنب؟ يلا ندى ايه الفرق بين الطب؟ لا لحظه، ايه الفرق بين الكوميونتي على جنب يعني بدرس رمق ليه؟ يعني انت بتدرس رمق ليه؟ طب اقول السؤال بشكل تاني؟ هقول السؤال بشكل منوره يا ايه، ده تبارك كتير قوي يا ايه. يلا يا ايه اتفضلي. عشان ده امتحان بس. يلا يا جماعه برضه ده حالتي بعد ما فاتك السكيما كالعاده كالعاده. براحه، كان عندهم امتحان يا دوب لسه جاي اهو. ما ايه المشكله؟ هو كله كان عنده امتحان. لا بيفوقوا متاخر من الامتحان. خلاص يا رب. لكن لا لا يا حبيبي يا توع يا هو البتاع ده بينقط من تحت يا رب. بتيجي يا حبيبه تروح قلب المجموعه كلها اتجاه اخر. يلا كده معلش، كل البتاعات بتاعتكم بتعمل بيبي. يلا يلا بس بص يا مثلا ده، بص مثلا ده كل الطب يعني يا جماعه. مين فيكم يا جماعه خلص رمض؟ مين فيكم خلص رمض؟ احنا اه طلعت عندي عيل لو جالك على رمض تعرف تعالجيه؟ جي بي بس. لحظه لحظه يا جماعه، طب لحظه بس، كم واحد فيكم خلص اي ام دي؟ لو جالك واحد اي ام دي تطلع تعالجه؟ ايه؟ اقول لكم بقى نظريه. لحظه بقى لحظه، طب اسالك سؤال يا جماعه، خدت الحاجات اللي يا انتوا عشان خاطر مش هينفع انا واقف حصه. انا قفلته. خلاص كمل يا دكتور. لا لغايه ما كله ينض. انا قلت المره اللي فاتت دي اخر مره، نص ساعه ما حدش هيطلع لاي سبب. السؤال بقى التاني بشكل بسيط يا جماعه، السؤال التاني بشكل بسيط، دي مهمه جدا يا جماعه، دي مهمه جدا يا بقى. ابونا بعمل كام مقطوع عشان جاي فعلا تقيل جدا. لو عرفنا يا جماعه فهمنا السكيما اللي على الصباره دي هنقرا الشابتر خمس دقائق، خمس دقائق فعلا الشابتر ده كله هتقرا خمس دقائق. يا جماعه السؤال ببساطه، وانتوا يا جماعه لما خدت اسئله مثلا انا سالته ده توقع كان مهم تسمعيه عشان انتوا ممكن ما تكونش مريتوا بالمواد دي زيه. هل يا جماعه لما انت خدت اي ان سي ولما خدت رمض؟ ايوه ما يمكن ولسه ما خدتوش، ما اعرفش خدتوا ايه قبل. ما خدناش، خدنا فورنسك. اه يعني اه يبقى لسه ما خدتش مدرسين طبيه دي اهو. لا سامحك. انا الواحد ترجع. بسم الله الرحمن الرحيم. كملي. يا جماعه بسؤال ببساطه،
انت يا جماعه لما خدت رمض هل خدت الحاجات البسيطه في الرمض؟ يعني مثلا لو جالك واحد عنده انفيكشن فانيه ولا دخلك على الجلوكوما والكاتاركت؟ هل هل يا جماعه لما انت بتاخد ايمي دي يا جماعه دخلك على الحاجات بتاعت الايمي دي الكبيره ولا ده الحاجات البسيطه في الايمي دي؟ بيزك يا دكتور. لا ما ادكش بيزك ده، هي دي المصيبه. ده هنا في مصر ما فيش بيزك، ده بيدي ايوه على طول على الحاجات الكبيره جدا. ليه يا جماعه؟ المفروض الماده بتاعت البابليك كل مواد الطب كوم والبابليك كوم، البابليك بتؤهلك تبقى ممارس عام، فالمفروض تاخد فيها الحاجات البيزكس في الايمي دي، حاجات البيزكس الرمض. اما يا جماعه السكند لحظه بقى، تاخد رمض وشرعي ليه؟ امال تاخد رمض وشرعي ايه دي ليه؟ بيوعدك بعد كده تعرف تقرا في الرمض الماجستير والدكتوراه السكند ولا ترشيد. يعني المفروض اي دوله محترمه تبقى البابليك هي الماده اللي تاخدها في سنه اولى وسنه ثانيه وثالثه، كان بيحصل كده زمان في مصر يعني لغايه سنه سته، من اولى سته بتاخد ايه؟ البيزكس بتاعت كل حاجه عشان ممارس عام كويس. عشان هو ممارس عام كويس وانتوا بابليك يعني ايه؟ باقي بقى يا جماعه ايه اللي بيتطبق من هذا الكلام في مصر عشان هتسال عليه في الاوسبي؟ واحده واحده هجيب لك في الاوسبي تجارب، ده التجارب العالميه اهو. ايه بقى اللي بيتطبق منه في مصر؟ على الورق كل الكلام ده موجود في مصر على الورق. عارفين يا جماعه الورق موجود في مصر ازاي؟ يعني لما واحد يروح لاستاذ كبير عايز يحول واحد على القصر العيني، اللي هو القصر العيني يروح عامل ايه بقى؟ يكتب ورقه زور مش حقيقيه انه جالي العياده وانا بعمل له ريفير. لو ما راحش لو جاب تحويل، لو جاب تحويل لكن هو ما راحش اصلا، فهمت الفكره ولا لا؟ السؤال الثاني يا جماعه، ايه اللي بيحصل في امريكا والكوبا مفاجاه؟ في امريكا يا جماعه احنا طبعا في مصر كلنا اول ما نخلص البكالوريوس ما تلاقيش واحد مصري مع بكالوريوس بس، لازم يكون عامل ماجستير ودكتوراه عشان السكند ولا الترشيه. بره العكس، بره يا جماعه الجي بي يفتح عياده، اول يا جماعه ما تحضر ماجستير ودكتوراه تقفل العياده بتاعتك وتروح رايح سكند او ترشيه في المستشفى. واحد يقول يا دكتور يعني ايه؟ هو بره في عياده؟ هو مش عياده. هنا يا جماعه فكره مستوصف، بس بدل ما واحد عامله عشان هناك راسماليات ضخمه جدا، بدل ما واحد عامله مؤسسه عامله شغال فيها 20 دكتور 30 دكتور ومركز جي بي، هو شغال في جي بي كله مركز معاه. المستوى الاعلى هو المستشفى، المستوى الاعلى مستشفى اكبر شويه. يلا بس بكل بساطه ايه يا جماعه بره؟ يبقى بره اول يا جماعه احنا عندنا العكس يا جماعه، احنا عندنا ما تفتحش عياده الا لما تعمل ماجستير. بره العكس بقى، وانت جي بي هشتغل في عياده، اول ما ابقى بقى معايا ماجستير او دكتوراه اروح على المستوى الثاني والثالث. ما بيحصلش الكلام ده في مصر ليه؟ هقول لك ليه ما بيحصلش في مصر، بيحصل بره. بره بيحصل ليه؟ لان انت وانت هنا وانت جاهل جي بي بتاخد 50000 دولار بتاخد 100000 دولار، اول ما حضر ماجستير اروح المستشفى واخد كام؟ 300000 دولار 200000. ايه المشكله بقى في العياده؟ 60 داهيه العياده واكبر دماغي واشتغل 8 ساعات في اليوم. اما احنا عندنا في مصر العكس. هنا يا جماعه انت لو انت فاتح عياده بتاخد 10000 جنيه. فلو قابلت في العياده الاستاذي في العياده بتكسب 10000 جنيه، لو قابلت في العياده وروح رايح مستوى المستشفى الثاني او الثالث هاخد له 400 جنيه، هيعمل له ايه؟ او 1000 جنيه او 2000 جنيه؟ طبعا هفضل فاتح عياده لحظه. فالمصريين تحايلوا على الورق، ما هو ده على الورق، لازم تتكلم على الورق، فتحايل ازاي بقى على الورق يا ابراهيم؟ بص بقى، الاستاذ اللي معاه دكتوراه في الرمض تمام؟ هو اصلا مش خريج كليه الطب معاه بكالوريوس، البكالوريوس خلاه جي بي صح؟ ولما استاذ في الرمض بقى معاه سكيلز يروح المستوى الثالث، قال لك ايه بقى؟ انت هتفتح عياده يا استاذ بصفتك جي بي. ايه ده؟ يعني بصفته جي بي؟ يعني ممنوع تعمل الحاجات الكبيره جوه العياده. ده القانون المصري اللي اتغير 7 سنين. العمليات كانت بتحصل زمان في العيادات، قال لك لا، انت شغال في العياده جي بي رمض. ما انت شغال في عياده استاذ رمض، يعني بمعنى لو جالي واحد العياده عنده انفكشن في عينيه ده جي بي اهو، اروح جاي معاكم في العياده. طب عايز يعمل عمليه في الرمض، اروح انا نفس الاستاذ بتاع القانون محوله على المستشفى، انا محوله باسمي اصلا، راح اعمل له المستشفى، يبقى انا كده وانا اللي عامله له برضه. انا طبعا بره لا، بره تحول اي حد في المستشفى، واروح رايح المستشفى والنص التاني بتاعي. يا اولاد الكلب. هو معايا دكتور يا اولاد الكلب. فهمت الفكره اللعبه عامله ازاي؟ لحظه لسه اديكم فجاه، انا مش هعمل كده يا عم، انا همشي تبع القانون المصري في بره، انا مش عايش يا جماعه. احنا بنتكلم على هذا الكلام يا جماعه عشان الفلوس القليله للجي بي، عشان مجتمعنا برضه مش فاهم اهميه الجي بي. طب ما الحكومه غلطانه يا دكتور، المفروض الحاجات دي تمشي كلها سيستماتيك كده. ما لو مش سيستماتيك مش هتلاقي تاكل وتجري، محدش هيعبرك. طب هي المفروض بقى الدنيا تظبط بحيث ان زي بره السعوديه كده يا جماعه، لو السعوديه يا جماعه، السعوديه كده، السعوديه يا جماعه الجي بي مهم جدا جدا في السعوديه عن معاك ماجستير او دكتوراه. لان السيستم لسه هنتكلم معاه، سيستم الصحه في اي دوله، اي دوله عشان عايز تعمل صحه لازم تهتم بده. لسه هنتكلم في التفاصيل دي كلها. الجي بي اصلا الجي بي والله الجي بي كل شيء. احنا عندنا العكس يا جماعه، احنا عندنا الجي بي يا جماعه بنطحنه لدرجه الدوله تعمل ايه بقى؟ لو انت رحت تفتح عليك الجي بي يتعبك جدا في مع على فكره مناسبه يا جماعه، عكس وانتم داخلين حقق قانوني تفتح على جي بي، لكن الدوله تتعبك جدا عشان مش عايزين جي بي اصلا، فالدوله تقعد تتعبك وتطحنك عشان هم يضايقوك عشان تعمل جي بي. بص بقى بقى، بص بقى بقى، العيب مش مننا على فكره. لسه في سؤال تاني بقى، لسه في سؤال تاني. ايه يا جماعه التاني ما بيتطبقش في مصر يا جماعه؟ يبقى اول حاجه بقى ان احنا لسه عندنا استاذ معاه سكيلز وفاتح ايه؟ وفاتح عياده جي بي. ده المفروض معاه في اي دوله محترمه يعمل ايه؟ يتحول على مستشفى ويقفل العياده اصلا خلاص، والدوله تديله فلوس اكتر. بص بقى رقم اثنين بقى، سيبها مفتوحه. كل بالك معايا المستوى الاولاني يا جماعه، ايه الشرط بتاعه؟ معانا سهل، كل كلمه من دي هتقلل نتيجات الراوند اللي فات. السؤال بتاع البرنامج هيسك الراوند اللي فات يا جماعه، المستوى الاولاني لسه اللي مش مكلف. حد عارف يا جماعه؟ يعني لما تلاقي استاذ فاتح عياده المهندسين او فاتح عياده مصر الجديد او عامل كشف ب 400 جنيه،
او 500 جنيه حقه ولا مش حقه؟ لا مش حقه. ده ضمن شروط الترخيص انت دايما هيلسكير انت ريسك بوست. عارفين يا جماعه يعني الفيزيتا بتاعتك لها قيمه حد اقصى المفروض يتقال لك. اكتر من كده تعمل ايه؟ انا اقول لكم على موقف صايع. انا اعرف واحد عمله حوالي 7 8 سنين راح رايح مستشفى قطاع خاص. مستشفى قطاع خاص انا في البلد ده ما بتشرب منه سجاير بتاع عيادات خارجيه بتشرب برايمري. ما هو البرايمري جوه عيادات خارجيه. فكانوا عاملين زمان دلوقتي غير كمان خياط الغرزه الواحده كان في تسعيره كان 5 جنيه دلوقتي بقى 10 و15 و20 جنيه الغرزه الواحده. راح رايح متخيط وراح رايح على نقابه الاطباء رافع قضيه على الكليه على المستشفى عايز تعويض. يعني انت لما تروح لاستاذ كبير وتلاقي الكشف بتاعه 600 700 جنيه برضه عشان مصلحتك ادخل اكشف وادفع 600 700 جنيه وروح جاي طالع بعدها رافع قضيه ان انت هنا لازم تبقى ريسك بوست اللي واخد منه تعويض 30000 جنيه وعيله تقفل له العياده. القانون لازم ريسك بوست ليه؟ يعني تفتح في بولاق على قد توطير البولاق، تفتح في امبابه على قد مقدره الامبابه، تفتح يا جماعه في المهندسات على فكره يا دكتور في رقم متعرف عليه في الصحه على فكره فتح يعني عيادات المهندسين ولازم اه لازم تبقى عيادات القانون. القانون يا ابني غصب عنك وتقفل وتقفلوا العياده كمان بالقانون. طبعا كان الطباشه في مصر والدنيا ماشيه كده ايه كده. اقول لكم مثلا اجيب مثلا يا اولاد اقول لكم مثلا تاني اخر كلمه عشان تيجي تشتغل بقى يا حبيبي اخر مثلا بقى. انا واحد من زمان كده حوالي سنتين كده اتصل بيا علشان في مستشفى بتاع خاص عامل له ايه الفاتوره 13000 جنيه تمام. فقلت له الحاجات اللي قدمها لك ايه؟ ثلاث حاجات قدمها لك كلها جي بي. رحت جاي متصل طبعا هو مشهور جدا هناك بقى. رحت جاي متصل طبعا كله عارف من الاسم. رحت جاي متصل وكيل وزاره الصحه تعالى دلوقتي احنا هنعمل لكم مصيبه وهقفل لكم المستشفى. جه وكيل وزاره الصحه ده جي دي ازاي يعملوا فاتوره 13000؟ لقيت وكيل الوزاره مش عارف القانون بيقول ايه؟ هي مش مستشفى قطاع خاص يعملوا وعي ايه اللي جابوا مستشفى قطاع خاص؟ مش عارف القانون؟ قال هو الكلام ده في القانون؟ لغايه ما جبنا المره ورناها ودفع كام بقى؟ 200 جنيه. ايه؟ من 13000 جنيه في المستشفى. الورق قلت هذا الكلام تاخد 5 اي حاجه جي بي يا جماعه ممنوع تزيد على قدره المجتمع. ده قانون مصري ده قانون نفس القانون على قانون مصري. لا مش مصر ده في مؤتمر حصل في العالم سنه 78 هو اللي حط عليه الدكتور بيتكلم عليه دلوقتي حالا. لا بالظبط انا كده قلت الشابتر ده عباره عن ايه ببساطه يا جماعه. طب لحظه بقى اخر سؤال بقى يبقى البابليك هندس فيها كلها ايه؟ برايمري ولا سكند ولا تريشري؟ برايمري بابليك يعني جي بي يعني بتاهلني ابقى ممارس عام. يبقى اذا اهلتني الماده يا جماعه بص لها غلط هي ماده ممارس عام. لحظه يا جماعه اخر معلومه بقى حد يعرف الممارس العام اسمه ايه يا جماعه؟ التخصص بتاع الممارس العام اسمه ايه؟ تخصص الممارس العام اسمه ايه؟ يلا فاطمه كلمه معايا فاطمه جنرال تدخلي كده يا فاطمه دايما في غيبوبه ربع ساعه جنرال. لا تخصص الممارس العام الماده اللي بتؤهل الناس ممارس عام اسمها ايه؟ اسمها يا جماعه طب المجتمع بابليك هيلس. حتى يا جماعه اسم الممارس العام الحديث اللي من سنه يا جماعه 99 اسمه ايه؟ طب الاسره. طب الاسره فاميلي. ايه الفرق بين طب الاسره بقى والبابليك؟ هنتكلم عليه شويه صغيرين يبقى دي حاجه اتطورت احدث حديثا في العالم كله اسمه طب الاسره. تعال بقى نقرا واحده واحده مع بعض هذا الكلام. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. اللي على السبوره ده يا فاطمه هيجيب لك البرانش كله ان شاء الله. يلا يا جماعه كل سنه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد يا جماعه اول حاجه تقسيم البرامج الصحيه او الهيلث كير الخدمات الصحيه. الفرق بينهم كتبها بالعربي عشان تبقى سكيمه اهو. بص يا حبيبي تعريفها ودكاترتها يا مهنود مكانها وتكلفتها وقد ايه تغطيتها. لو حفظتوها كده هتجيبوا الجدول ده كله تاني يا جماعه. تعريف كل نوع يا جماعه ما حدش طوروا بقى حاجه. تعالى نعمل اختبار فاطمه تعالى نعمل اختبار. انا هقول الايتم وانتوا تقولوا يا جماعه التعريف ده تعريف كل مستوى. مين يقول تعريف كل مستوى؟ مستوى تعريف يا جماعه تعريفين ها ايه ها الفيرست كونتاكت وقائي. تعالى نعرف هو الفيرست كونتاكت واول اتصال والمستوى البريفنتيف الوقائي. في حاجه صعبه كده يا ابراهيم. مين يعرف المستوى الثاني يا مهنود؟ يلا يا مين يعرف المستوى الثاني يا ندى؟ قولوا اللي انتوا عايزينه من كلمه ايه؟ ريفيرد يستقبل الحالات المحوله من المستوى اللي قبله. مين يعرف المستوى الثالث يا جماعه؟ ريفيرد يستقبل الحالات الريفيرد المحوله من اللي قبله. يا جماعه ايه يا جماعه؟ قلتها قبل ما حبيبي تدخل معظم الناس عندهم مرض جامد ولا مرض نص نص؟ نص نص عندهم مرض بسيط احبل جدا يبقى ده بيغطي 80% من الاحتياجات. الاثنين الباقيين تخيل يا جماعه الرمد والبطنه والجراحه ونشوف دول العالم عامل ازاي؟ يعني ده بيقضي 80% من احتياجات الناس. يعني 80% من الناس برايمري هيلث كير اما بسيطه. اما السكن يا جماعه بصوا بقى 15% هنرجع بقى قصه الدكتور هناوي المهم الاول. دكتور هناوي معهد الاورام معهد الكبد كل ده 5% من الشعب او يا ريت من الشعب ده 5% من احتياجات الصحيه من مين ده؟ ناخد بقى اللي بعدها يا جماعه ده بيقدم من خلال يا جماعه قولوا بالعربي ولا قولوا بالانجليزي يا جماعه ده بيقدم من خلال يا جماعه ها المنشات بتاعته عامله ازاي؟ المنشات تبقى ايه؟ ها مستوصفات عياده. برافو عليك. لاول مره يا جماعه اقول معلومه معرفش مواصفك عارف ولا لا. المستوى الاول يا جماعه عياده ووحده صحيه الاثنين شبه بعض. العياده الخاصه شبه الوحده الصحيه. العياده والوحده الصحيه يا جماعه اسمها بالانجليزي سنتر او يونت. يعني ده مبنى صغير اه والله الوحده الصحيه. لحظه الوحده الصحيه هي المستوصف. لحظه بقى بس بالي بقى واحد بتاع حكومه واحد بتاع قطاع خاص. المستوصف ده خاص عيادات بس كبيره. عيادات بس كبيره
ما انا هتكلم بقى على الاهلي والجامعات غير الحكوميه بقى والجامعات الاهليه معناها ايه والكلام ده. يعني ممكن واحد يعمل مستوصف فرض واحد يعمله جمعيه اهليه. أيوة. بس الاثنين مش تبع الدوله. بتعمل ما بتعملش مستوصف. لا ده مش مستوصف ده سنتر. يعني المستوصف ده حكومي. ما لسه اقول بقى جمله بقى ايه الفرق من السنتر واليونت. ففي ناس دلوقتي بقى ركزوا عشان اقول لكم اليونت اكبر من السنتر. اهي دي المفاجاه بقى. الناس بقى اللي هو عن السنتر 14 دور واليونت بقى دور ونص تمام او شقه او اوضه وصاله. يا جماعه ممكن يبقى اوضه وصاله ويبقى سنتر. ممكن 14 دور ويونت. فرق من السنتر واليونت فيه ان بيشنت داخلي ولا لا. يعني الوحده تقفل الساعه 2 الظهر. فجاني مغص كلوي الساعه 3 بالليل ما فيش حد فاتح. اما السنتر اللي فيه ان بيشنت كام سرير من 15 ل 20 بيتزا. عايز اكتب ورايا السنتر فيه ان بيشنت من 15 ل 20 بيتزا. من 15 ل 20 سرير. يعني ايه؟ يعني المكان ده فاتح فيه نبطشيات 24 ساعه. عند دكتوره جي بي تروح الساعه 2 الظهر. وفي واحد تاني بيروح الساعه 5 مساء. وفي واحد تاني بيروح الساعه 12 بالليل. لو واحد جاله مغص كلوي بتقفل لغايه الصبح. طب يعني ايه وحده صحيه اللي هي عامله ازاي في مصر؟ انا يعني انت رحت زيارات ايه؟ انت رحت زيارات ايه؟ قرى ايه اللي رحتوا في القريه؟ لا انت رحتوا في القرى الرورال. احنا رحنا في السيت بتاع المصنص الميه. ايه شغلها يعني؟ ماشي بقى بتشتغل الميه ومين ده؟ انا عايز حاجه تشغل كشف على الناس. عايز حاجه تشغل كشف على الناس. مين يا جماعه الواحد اصعبش انت عندكم الريفيه اسمها ايه؟ مين اللي راح فيكم الزيارات الريفيه؟ ايوه اسمها ايه بقى اسم المكان ايه؟ اسم لا القريه اسمها ايه؟ شبه مصر. رحتيها؟ كانت عباره عن ايه بقى؟ لا 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 ده عياده ده عياده بس ملك الدوله. تخيلي عياده ملك الدوله عامله ازاي؟ لحظه لحظه مفيش حد ماشي زي العياده الخاصه بس عياده حكوميه. حكوميه ده بقى ناس قاعدين كده يمشوا ومرات قاعده مش فارقه معاها حاجه في الحياه يعني عشان ولد يجي يضربوه عشان ده ملك الدوله مش ملك القطاع الخاص. لا بس انا عايز اسال هل المفروض ان هي صح ان هي وبتاع يعني لسه هتكلم ده لسه هتكلم في تفصيل وين هي بقى؟ لسه بنتكلم في تفصيل يا جماعه يا جماعه انا هقتل الراجل ده حبيبه حبيبه يا دكتور. بص يا دكتور طب تخلصي منه وخلاص يا حبيبي. اتخلص منه ما هو وقع خلاص. حد يديني كلينكس تخلص من حمامك القديم. يلا يا جماعه يا حاجه المستوى التاني بقى يا احمد فيه يا احمد المستوى التاني فيه المستوى التاني في وسط المستشفيات ما حدش يتكلم معاه خالص يعني ولا يتكلم معاه ولا حتى بيجاوبني عشان ما يحصلش دوشه. عشان المره اللي فاتت انا طالع عندي ازمه قلبيه جامده يا جماعه المره اللي فاتت الحلقات ازاي انت مش موجود المره اللي فاتت. المستوى التاني بقى في مستشفى يا جماعه في هوسبيتال وبولي كلينكس. بولي كلينكس دي بقى انا معترض عليها. انا معترض عليها الا في حاله واحده بس وده ما عادش موجود في مصر اصلا. حتى يا جماعه البولي كلينكس القديم اللي هي ايه المستوصف القديم اللي فيه عمليات صغرى تاني ده يا جماعه مش عادش لخبط صغرى. يعني كان في زمان زمان في بعض جماعه المستوصفات كده عباره عن اربع خمس ادوار واحد عاملها بيعملوا فيها عمليات صغيره. يعني ايه عمليات صغيره؟ يعني يا جماعه يفتح له مثلا خراج يشيل له مثلا زايده تمام يشيل حاجات بسيطه لذيذ زمان ما عادش موجود دلوقتي خلاص دي ممنوعه رسمي دلوقتي ممنوع اي عمليات في اي مستوصف بس لسه بتبقى موجود بولي كلينكس. ثم يا جماعه المستوى الاكبر في بقى المستشفيات الكبيره لارج هوت المستشفيات الاكبر. يلا ابي اركز معايا معاك كده يلا يلا يا جماعه بصوا المستوى ده فيه مين بعد كده مين دكاتره المستوى ده ها جي بي مين دكاتره المستوى ده يا جماعه ها سبيشاليست يا جماعه اهو سبيشاليست اخصائيين مين دكاتره المستوى اللي بعده ناس معاه دكتوراه مين يا جماعه المستوى اللي مش مكلف يا جماعه ده نوت كوستري وده كوستري وده كوستري في حساب ورقه تاني كل بركز معايا ده جه قبل كده في امتحانات لا ده يجي يا جماعه ام سي كيو بس يجي ابدا الديسكاس من اي نوع لا سواء يا جماعه التعريف رقم واحد في امتحان اخر السنه يعني يا جماعه رقم واحد تعالى كده سنه يا مجنون يا جماعه اخر السنه مش هيحكي بقى كده عشان خاطر يبقى هنا اخر السنه ما هيجي سؤال ديفينيشن ب 10 درجات هيجي أربعة ديفينيشنز. يعني إيه أربعة ديفينيشنز؟ كل واحد اتنين ونص درجتين ونص واحد منهم برايمري سكيور. يعني أنت ضامن واحد من الأربعة لازم واحد منهم كل سنة برايمري سكيور. ما تعريف البرايمري سكيور؟ اللي هو اللي تحت شوف تعريف عامل إزاي ضخم جدا. تعريف مش صغير. لحظة يا جماعة هقول بقى معلومة كله بقى ركز معايا كله سامي يا جماعة آخر مرة ها بعد ما نسمي حدش ينطق بعد ما نسمي حدش ينطق. يلا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا جماعة يلا يا جماعة يا مهنور مهنور ايوه بسم الله الرحمن الرحيم ببساطه خالص يا جماعه انا اقول لكم بقى التعريف ده حصل ازاي. اسمعوني بقى عشان التعريف ده كلمه حصل يا جماعه مؤتمر القصه دي لكم اللي عايز يعرفها نفسه مؤتمر سنه 78 في مدينه اسمها الما اتا. فين المدينه دي يا جماعه؟ جنوب شرق كازاخستان. الكلام ده على فكره انتوا عارفينه كويس. فالمفروض ما هو كازاخستان دي يا جماعه كانت احد دول الاتحاد السوفيتي قبل سنه 90 ما يتفك. ايوه
اسمعوا بقى معايا. طب ليه ما سماهاش يا جماعه مؤتمر كازاخستان؟ يعني ما قالش عليه مؤتمر كازاخستان عشان بس شكلها صعب مثلا. مؤتمر ايه؟ عشان كلمه كازاخستان دي شكلها صعب مثلا. طب ليه يا جماعه ما يسموهوش مثلا ليه مؤتمر اسمه مؤتمر الما ايه؟ مش ده المؤتمر الما ايه؟ ده اسم المدينه. لحظه ده اسم المدينه اهو. لا يا جماعه لحظه دي جنوب شرق كازاخستان يا جماعه اهو. جنوب واحده في اسيا اسيا اوروبا من فوق تمام. اوروبا راح نص اسيا من فوق. هو اتعمل فيها المدينه دي مش اسيا خلاص يا جماعه. انت عارف سويد يا ابراهيم؟ انت عارف سويد يا ابراهيم؟ خلاص ماشي ماشي ماشي. هو اتعمل في المدينه دي ولا ما اتعملش فيها؟ انا عايز اوصل بس للقاعده. لا لا مش هوصل. لا يا جماعه اسيا انا متاكد ان دي مش خلاص يا جماعه. المهم مش هنمتحن جغرافيا. انا اطلع سوق القاعده. انا اطلع سوق القاعده دي اخر مره اطلع سوق القاعده. ما حدش يتكلم معاك بقى. انا عايز ودني تبقى فاضيه. عشان زمانكم والله مش جاي. ما هو اللي بيحصل لي ده بيحصل زمانكم. خلاص حدش يتكلم معايا عشان اقول لكم بس معلومات حلوه. وعلى فكره الناس اللي معمول نفس الكلام في اي جامعه واثنين جيزوا اكتر من كده بسرعه رهيبه. فننجز بقى. المؤتمرات يا جماعه عشان انجز بقى ولا عامل اختبارات ولا سائل كويس من يوم احكي لنفسي بس. المؤتمرات تسمى باسامي المدن ما تسماش باسامي الدول. مؤتمر القاهره للسكان ما قالش مؤتمر مصر. مؤتمر سرت في ليبيا للقمه العربيه ما قالش مؤتمر ليبيا. مؤتمر بيروت ما قالش مؤتمر لبنان للقمه العربيه. اي مؤتمر بيتسمى باسامي المدن. علينا مؤتمرين هتلاقي اسامي المدن فيها. ما تستغربش ان ده اسم المدينه. اي مؤتمر اسم مدينه. المؤتمر ده حصل سنه 73 يا جماعه. تم دعوه مين؟ كله بقى ركز معايا. رؤساء الجمهوريه على مستوى العالم. طبعا رؤساء الجمهوريه يا جماعه كما جه وزير الصحه. اذا المساله لها بعد سياسي. تعريفها مهم جدا. ثم قال لك ندعي وزراء الصحه ده البعد الصحي وزراء الماليه يعني عايزين نوفر موارد ورؤساء الوزراء لازم في تعاون من هيئات غير الصحه. يعني بتاع الطرق هيشتغل معايا وبتاع المواصلات هيشتغل معايا وبتاع الميه هيشتغل معايا. تعريف ده مهم جدا نفهمه. وعملوا ايه يا جماعه؟ عملوا وثيقه دوليه. هذه الوثيقه ركز بقى جورج وقعت عليها كل دول العالم. يعني يا جماعه وقعت عليها كل دول العالم بسبب يا جماعه يعني ده حق من حقوق الانسان. يعني لو ما تمش في اي دوله في العالم طبعا مش هيحصل جنب مصر من حقنا نروح نشتكي رئيس الجمهوريه بجريمه ضد الانسانيه. يعني زيها زي وثيقه عالميه لحقوق الانسان زيها زي الوثيقه العالميه في وثيقه في الصحه. طب يلا عقلي يقولها بقى زياده. ليه حتى مع وثيقه عالميه في البرايم هيلث كير ما حطهاش في السكندري والتاني شارك؟ اذا البرايم هيلث كير حق المواطن. يا جماعه واحد يعمل سنانه لا واحد يا جماعه يتعالج بالاكتئاب ده مش من حق من حقوق الانسان. لكن يا جماعه الامراض البسيطه حق على الدوله تتعالج حتى لو الناس معاها فلوس. ده العالم كله البرايم هيلث كير تعريف عالمي. ده تعريف عالمي وقع عليه كل دول العالم 73 اشتغل بقى كله يا جماعه. هل معنى كده قبل سنه 78 ما كانش في برايم هيلث كير؟ كان في. ده مصر يا جماعه مصر كانت دوله رائده قبل امريكا في البرايم هيلث كير من العشرينات. من العشرينات. لا ما احنا مش هتعرفش تتكلم معايا نور عشان الناس هنعمل اسئله اللي انتوا عايزينه في وقت عشان بس انا عايز انجز الشابتر ده ما تنسوش اجيب بتاعي. اجيب بتاعي فعلا انا هروح بقى محتاج برايم هيلث كير يا جماعه ببساطه. هذا بعد بعدها 10 ان شاء الله. المهم يا جماعه يبقى انا عندي مستوى برايمري وعندي مستوى سكندري. عشان ناخد بقى تعريف واحده واحده بقى. ما تعريف البرايم هيلث كير؟ بصوا يا جماعه حد قال كلمه برايم ليه سموها برايمري ما سماهاش مثلا استباحه هيلث كير؟ يعني ليه ما قالش استباحه ونعرفها؟ لان كلمه برايمري لها معنى في اللغه يعني اسينشال اساسي. يبقى التعريف يا جماعه هو الاساسي. لحظه يا جماعه ايه ده يا جماعه؟ طب واللي موجود تحت ركزي بقى فضل. واللي موجود تحت كلمه اسينشال اساسي يا جماعه خمس سطور. طب ليه يا جماعه ما قالش اسينشال وروح؟ لحظه يا جماعه في العقود يا جماعه ايه ده يا جماعه في العقود؟ انا هدي ابراهيم يا جماعه هعمل عقد اهو يا جماعه وادي ابراهيم 12 جنيه وربع. يا جماعه اكتبها ازاي في العقد يا جماعه؟ ده عقد يا جماعه عقد انا هعمل عقد كبير جدا اهو. لازم اكتبها معاه باللغه العربيه 12 جنيها بالجنيه الاسترليني ونكتب جنبها يا جماعه عشان ما حدش يختلفها مصريا وبعدها لا غير ما يمكن حد يفتكر ان دي دفعه اولى واقعد اكتب تحتها. اذا يا جماعه كلمه اسينشال لو ما عرفناهاش كل دوله في العالم هتشتغل مواطنيها. اديكم مثال يا جماعه انا هعمل كده ابراهيم شرط وقولي بقى بص يا نوره بقى في الكورس بتاعي اي حد يجي ياخد عندي كورس حتى لو سقط وحتى لو ما حضرش ولا مره في اخر السنه هياخد عربيه مرسيدس. يبقى كام واحد هيجي ياخد كورس يا جماعه؟ في اخر السنه اهو عملت تعريف. لكن عشان ما فنطتوش عملت يا جماعه عشان ما قلتوش بالتفصيل عملت بقى رحت عامل كده وقلت انا عايز التزم قدام الطلبه. طب التزم ازاي قدام القانون؟ اروح حاطط المعرض بتاع العربيه المرسيدس في بحر الرمال العظيم. تخلصوا الكورس من هنا يبتدي يتوقع بقى الناس في بحر الرمال العظيم اللي يغرق واللي يموت واللي لحظه بقى فلازم نحط تعريف كلمه اسينشال يعني ايه عشان لحظه يا جماعه والله بهرج يعني ايه يا جماعه؟ الدوله تروح ايه؟ مش انا مضيت على عقد؟ مش انا مضيت على كلمه اسينشال على الاتفاقيه الدوليه؟ طب انا هحط البرايم هيلث كير في اسوان فاي حد يقول انفلونزا هيكسر يروح اسوان عشان يعالج الانفلونزا ما يروحش ويريحني. قال لك لا هنبتدي نحط شويه معايير تعريف اسينشال ايه؟ يعني كل على فكره التعريف صعب جدا. كل اللي جاي ده هيعرف لك كلمه اسينشال معناها ايه. يلا حبيبي بقى واحده واحده. قال لك تعريف كلمه اسينشال يا جماعه هبني من اول رقم ثلاثه الاول اكسسبل تبقى جنبك. يعني ما تقولوش اسينشال اساسي وتحط لي في اسوان. حبيبي يا جماعه يعني تبقى موجوده في كل شبر في مصر سهله الوصول اكسسبل على سهل الوصول.
سهل الوصول. يلا يا جماعه سهوله الوصول دي هنتكلم عليها كمان شويه صغيرين. سؤال يا جماعه منها سهوله الوصول الجغرافي. يلا يا جماعه سؤال قول لي الكلام ده موجود في مصر ولا لا؟ يعني البرايم هيلث كير في مصر يا جماعه موجوده جنبي في كل مكان. توريكم الرقم العالمي يا جماعه في حدود 5 كيلو يعني كل 5 كيلو في برايم هيلث كير. يلا يا جماعه السؤال ده موجود في مصر ولا لا؟ ده مش موجود في مصر يا جماعه. ده موجود في مصر على باب اوضته كل واحد على باب اوضته موجود برايم هيلث كير يا جماعه. ده العيادات من كتر قدرها دلوقتي عيادات خاصه. انت ناس العياده الخاصه بقى كل شارع ده ناقص يا جماعه يبقى في عياده خاصه بره الاوضه بتاعتي بس في الاوضه بتاعتي. في الاوضه بتاعتي في كتر الدكاتره من كتر من كتر الدكاتره اصلا. ده عايز اوصل يا جماعه ان البرايم هيلث يا جماعه ده متطبق في مصر وفعلا اكسسبل. يعني عشان العيادات الخاصه مش ما بتقس على الوحدات الحكوميه عشان الوحدات العيادات الخاصه بقى موجود في كل مكان. يا جماعه قال لك تعريف البرايم هيلث كير ان الفيرست كونتاكت ده اول اتصال. عارفين يا جماعه يعني مفيش مواطن عايز صحه اول ما عايز صحه بقى سؤال ما هيلوم من بدري حتى لو كانت طوارئ. ايه ده؟ اديكم زي بقى القانون المصري قال لي يا جماعه. القانون المصري قال لك ايه بقى؟ المستشفى لو جالها واحد عامل حادثه بقت المستشفى هنا في اللحظه الاولى خلال 24 ساعه اسمها برايم هيلث كير. وبالتالي المواطن لو معوش ولا منديل هتعالجه غصب عنك. ما تقولش ده شكله مش كويس ده غصب عنك تعالجه لمده 24 ساعه لغايه ما يروح ايه. لا هو لسه لغايه دلوقتي في القناه 24 مستشفى حكومه ولا اي مستشفى حتى لو قطاع خاص. وعملنا بقى وفرنا الموارد منين وفي القصه بقى بتاعتكم هم شالوا 10% من الضرايب لهم عشان يعالج الناس على حساب على حساب الدوله. امال ليه ما بيرضاش يدخل ما بيرضاش عشان هو ايه بقى؟ عشان القانون المصري عندنا القانون المصري دي رئيسه يعني ده صاحب واسطه بقى وده صاحب الظبط وده صاحب معرفش مين وده صاحب مين. لكن القانون المصري يا جماعه ان اي حد اول كونتاكت اسمه ابراهيم هيلث كير حتى لو كان ضوئي لازم هنحاول لغايه ما نروح بقى لاقرب مستشفى على قد فلوس ولغايه ما نروح الكلام ده على قد فلوس ونتصرف. يبقى يا جماعه هي فيرست كونتاكت. قال لك تعريفها بصوا بقى تعريف الاجابه مهمه قوي ودي اللي احترفت فيها يا جماعه وانا صغير. بصوا بقى معايا الشرط الثالث ايه يا جماعه؟ الميثودز التكنولوجي اللي بتستخدم جوه هذه الوحدات فيها ثلاث مواصفات. اول صفه براكتيكال. ارجع لنا قلته قبل ما ايه تدخل ارجع للدكتور ايمن بتاع البايو باك لما قال لنا امريكا هيكون في الوحدات الصحيه الطبيه. يا جماعه اعمل سؤال الاول قبل الدكتور ايمن حد متخيل الوحدات الصحيه الامريكيه يلا فيها جهاز اشعه مقطعيه ولا ما فيهاش؟ ليه ما فيهاش؟ عشان امريكا معاها فلوس كتير يا جماعه جهاز اشعه مقطعيه معاها فلوس بس مش براكتيكال مش عملي. عارفين عامل ايه يا جماعه؟ ما عشان تبقى الخدمه ببلاش ما تكلفش المواطن في الكشف الواحد 250 دولار لازم احط فيها سبرتايه عشان ما تكلفش المواطن حاجه لانها كلها حاجات بسيطه. يبقى حتى في امريكا يا جماعه عنده سبرتايه ورقه عباد شمس وكل حاجه جوه العياده الصغيره والمنشاه الصغيره مش عشان ما معهمش فلوس عشان ما تبقاش الخدمه مكلفه. لا كلف السيستم ولا كلف المواطن يبقى حق المواطن. يبقى يا جماعه الصفه الاولى في سؤال في الامتحان يا جماعه التكنولوجي اللي جوه البرنامج السكيل فيها كام صفه؟ ثلاثه. اول حاجه براكتيكال. لحظه بقى في حاجات كتير قوي براكتيكال مش ساينتفك. لا يبقى الشرط الثاني براكتيكال وفي نفس الوقت علميه. يعني ما حدش ابراهيم اخترع لي الشريط اشتغاله يقول لي بقى الشريط ده حطيته زي مريم نور زمان ما اعرفش لحقتوها ولا ما لحقتوهاش. كان واحده كده بيجوا في تلفزيون مصر عشان يغيبوا المصريين زي جهاز الكفته كده زمان لما في جهاز الكفته ده طول عمره موجود في مصر. مريم نور ده لو لقيت الليبر لونه كان اسمها مريم نور لبنانيه كانت موجوده في مصر. لو لقينا الليبر بتاعك احمر يبقى انت عندك ايه في المخ؟ لقينا الليبر اخضر الليبر الاحمر والاخضر بس عملت اسمع حاجه وتسجل وراها الليبر الاحمر او والله ده كان حاجه يعني شوف الليبر بتاعهم فين بقى انا ما اعرفش بقى احمر وفي عندي اسمه احمر واخضر تمام. والشغلات ده لازم يبقى ساينتفك علمي يا جماعه. ولازم يكون يا جماعه السوشيال دي مهمه جدا بقى سوشيال اكسبتبل. عارفين يا جماعه انا هحكي لكم حكايه حصلت في مصر يا جماعه من حوالي 7-8 سنين. صفيه العمري ويسرى صفية العمر الممثله ويسرى دول كان سفيرات النوايا الحسنه تبع منظمه الصحه العالميه الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه. لحظه بقى لحظه ايه اللي عملوا بقى يا جماعه؟ راحوا جايين ببرنامج من اوروبا لما راح خدوا التدريب بتاع سفيرات النوايا الحسنه وقال لك هنوزع حبوب منع الحمل على اطفال او بنات اعدادي وثانوي. لحظه بقى فكل الجرايد راحت مسلوهم شتيمه وضد عاداتنا وتقاليدنا وضد مطبوخ مش مقبول اجتماعيا. فراح رد صفية العمري ويسرى قالوا النص كده يا جماعه ده جزء من البرايم هيلث كير يا جهله في امريكا. يلا رد عليها بقى هناك سوشيال اكسس. اما احنا عندنا مش سوشيال اكسس. يبقى يا جماعه الشرط الثالث يكون اللي هيحصل في الوحدات الصحيه مقبول اجتماعيا. يعني ما اجيبش يا جماعه حاجه مش مقبوله عندنا ونحطها في وسط الرابعه. عارفين عايز يا جماعه يا كل دوله ما تخافيش احنا مش موضينك على اتفاقيه صعبه احنا برضه عاملين لكم الحاجات المقبوله. عشان كده يا جماعه احنا عندنا من امراض البرايم هيلث كير بالهرسيا هم هناك عندهم الايدز عشان الهيلث اديوكيشن سهل نتكلم عليه هناك سهل نعمل توعيه هناك احنا ما نقدرش نعمل توعيه هنا للمجتمع بتاعنا. فهمت الفكره ولا لا؟ يبقى فيها ثلاث مواصفات الحاجات اللي هتحصل جوه الوحدات الصحيه او جوه العيادات الخاصه بتاعتك. ايه بقى؟ براكتيكال حاجات سريعه يعني مش لازم تجيب جهاز كبير. ثاني حاجه حاجات علميه يعني عشان ما تبقاش حاجات خالص. ثالث حاجه بقى يبقى مقبوله اجتماعيا ما انتش مش الدوله مش فارضه عليكي حاجات غصب عنك. تعرف صعب يا جماعه بس الكلام؟ نقطه بقى الشرط الثالث عشان يبقى حاجه اساسيه يلا مهمه جدا يا جماعه. قلت لك احمد ادخل يا جماعه مين الفرق يا جماعه بحاول ادخل لما قلت المستوى الاولاني في مصر بيروح يا زياد انت جاي عشان تنام. المستوى الاولاني يا جماعه في مصر بيروح له كام مليون مصري في اليوم؟ انا ضربت مثلا قلت ايه؟ لا انا ضربت مثلا قلت ايه؟ 20 مليون.
ده رقم كبير ولا صغير؟ كبير قوي. ده اقل من الحقيقه. بيروح له في اليوم 92 مليون مصري. يعني انت رحت امبارح برامج سكيل وانت رحت امبارح برامج سكيل، مش لازم بقى برامج سكيل يا جماعه تبقى واحده صحيه. بصوا بقى هنكبر الموضوع بقى شويه. الميه اللي جايه نظيفه في الحنفيه دي برامج سكيل. السوق يا جماعه اللي الدوله اشرفت عليه وخلت الاكل فيه نظيف في السوبر ماركت ده برامج سكيل. اذا لازم المجتمع كله يتشارك. عايز تروح رئيس الوزراء دي؟ لان لازم معايا يشتغل كل الوزارات كل يعني عايز يقول يا جماعه في اليوم الواحد بيروح 92 مليون مصري لبرامج سكيل. كل مصر مع كل مصر بيشتغل فيها الطرق المنوره عشان ما يحصلش حوادث على الطرق. الناس اللي بتتكلم في التلفزيون عشان توعي الناس ضد المخاطره زي لميس الحديدي. يعني كل الناس برامج سكيل دي حشاشه اصلا. ده الناس اللي اصلا مخدرات يعني ضد البرامج. يبقى معك يبقى فول بارتيشن مشدد المجتمع كله. يا جماعه ده سؤال بقى للمجتمع، ببلاش ولا رخيص؟ يلا كنت مين الصح من الاثنين؟ المفروض ببلاش. لا الاثنين في ببلاش في الحكومه واتكوست التكلفه المجتمع كان المفروض يقدر يتحملها في القطاع الخاص اللي هي ارفع قضيه عند الدكتور يا جماعه. يبقى يا جماعه رخيصه وبفلوس. رخيصه فين يا جماعه؟ في الحكومه. اسف ببلاش فين؟ في الحكومه. ورخيصه فين يا ياسمين؟ في القطاع الخاص. في حاجه صعبه يا جماعه في الكلام. انا مش هقول يا جماعه عناصرها ايه ولا تطور تقدم من خلال منشات صغيره سنتر زونز. مش هقول عناصرها ايه لان ده السؤال اللي جه الراوند اللي فات، لان الصفحه اللي بعد الجايه فيها العناصر بالتفصيل. يعني فيها صفحه عليها، صفحه كامله عليها. ناخد بقى جماعه العنوان اللي جاي. انا خدت لغايه دلوقتي استاذ حاجه واحده بس يا فاطمه. ايه بقى؟ يا بصوا يا جماعه فاطمه انت قاعده في الامتحان عايز تفتكري التعريف. بصوا يا جماعه تعريف كلمه واحده بس. برايمري يعني اساسي. اساسي معناه يا جماعه شويه مواصفات عشان اقول عليه اساسي. الاساسي هوريكم ازاي يا جماعه. ايه يا جماعه لو انا قلت لك ان انا حق ليك يا ابراهيم عندي تاخد حاجه ورحت عاملها غاليه ما بقتش حق اساسي؟ يبقى الاساسي يبقى رخيص على قد ايه؟ عايز اقول ان الاساسي يبقى جنبي والاساسي يبقى رخيص. والاساسي يا جماعه يبقى في ناس كتير بتقدمه لي فول بارتيسيبيشن بس ده معنى الاساسي. اصل لو قال لك اساسي بس وروحنا كل دوله تشتغلنا يقول لك لا اصل انا ما كانش معايا فلوس. لا يا عم انا قلت لك براكت. لا اصل المجتمع ما كان رافض هذا الكلام. لا يا عم قلت لك سوشيال اكسبت. قلت لها يا اصل احنا ما اقدرش اعملها غير في اسوان بس. يا عم قلت لك لازم ده اكسب. فهمت الفكره يا ابراهيم معناها ايه ولا لا؟ ضيقنا يا جماعه في العقد كل حرف عشان نسد الثغرات كلها. ده مؤتمر عالمي يا جماعه مش احنا مؤلفين التعريف. ده تعريف عالمي في العالم كله. ده نادر على مؤتمر كبير سنه 73. براكتيكال يعني ما نعملش شرط على الدول. مش البرايم هيسك ده معناه ان الدول هتلتزم بهذا التعريف. فقلنا ان الادوات اللي هتستخدميها للتشخيص او للعلاج هو اي وحده صحيه تبقى حاجه براكتيكال. يعني مش بس اشعه مقطعيه زي ده. احنا عايزين ورقه عمل شمس ويوريك وسبرتاي. فاي في دوله فقيره زي الصومال ما تعرفش تجيب على ورقه عمل شمس وسبرتاي. يبقى اذا كل الدول تلتزم بهذا الكلام ملهاش حاجه. يعني مش عايزين اجهزه كبيره ولا عايزين يا جماعه حاجه عملاقه. ده كلها حاجات بسيطه وسيمبل. بس هذا الكلام يا جماعه خد بالك بعدها. ايه بقى يا جماعه مبادئ البرايم هيلث كير رخمه جدا ومهمه جدا. ايه بقى مبادئها يا جماعه؟ ايه المبادئ؟ لحظه يا جماعه. لا بقى لحظه بقى. لا في فرق بين المبادئ. لحظه بقى دي حته حلوه قوي قوي. كل بالك معايا. ايه الفرق يا مهنور؟ يلا نشوف مهنور هتقول لا انا لا. ايه الفرق بقى بين سبس خطوات وفي ما بين كلمه مبادئ يا حبيبه؟ مين حد يا جماعه يقول الشاطر يقول لي بقى؟ ايه الفرق بين خطوات ومبادئ؟ برافو عليك. بس طب هم ليه ما قالوش ستيبس؟ ليه قالوا مبادئ؟ ما قالوش ستيبس ليه؟ لحظة بقى انا هديكم مثلا ممكن تقولوا معايا مبادئ تقعد تطلع الاولى على الدفعه. يعني مبداها ايه؟ هدفها ايه الاولى على الدفعه؟ ومبدا حبيبه تطلع ايه الاولى على الدفعه؟ واحده بتذاكر 18 ساعه في اليوم حبيبه ماشي خليها حبيبه عشان ما ازعلش بقى ما ازعلش وهتقعد بتذاكر 18 فومتو ثانيه في اليوم. لحظه ولحظه وحبيبه تقعد الاولى على الدفعه وتقعد تقعد الاولى مكرره. الاثنين عملوا ستيبس مختلفه لكن حققوا نفس المبدا. لحظه لحظه عشان عايز اوصل يا جماعه. اصلهم لو كانوا قالوا خطوات كنا اختلفنا. اديكم مثلا لو كنا قلنا يا جماعه من الخطوات سهوله الوصول فكل دوله تعمل لي اسعاف طياره كانت الصومال قالت ما عندناش فلوس ومصر قالت ما عندناش فلوس دي الخطوات. قال لك ايه بقى؟ لا ده يا جماعه المبدا سرعه الوصول نوصل بسرعه. فتيجي امريكا تقول لك بقى احنا قاره كبيره فهنعمل اسعاف طياره عشان نجيب الناس بسرعه. تيجي مصر تقول احنا دوله حجمها صغير وجغرافي هنعملها عربيه. تيجي الصومال تقول لك هنعمل لك الجمل والهودج ويبقى اسعاف والاثنين هيحققوا نفس المبدا. ده انا عايز اوصل لك يا جماعه. والثلاثه هيوصلوا بسرعه. يبقى القضيه احنا هنحط شويه مبادئ حققوها بالطريقه اللي انتم شايفينها ومعاكم فلوس على قدها. انت فاكر ولا لا؟ الهودج ده كان حاجه كده بتحط على الجمل زمان. حلو قوي. أيوة. آه. يفضل يعمل ايه؟ مخمض امنا في الجمل. لا عايز اصلي يا جماعه. لا عايز اصلي ايه؟ يلا بقى واحده واحده. قال لك هذه المبادئ يا جماعه؟ ما حدش يبص مذكره. يلا زياد. انت يا زياد عايز تجيب عربيه مثلا سوزوكي ماروتي. لا هامر مثلا. يلا معايا يلا. ما جبتهاش ليه يا زياد؟ ليه يا زياد؟ ليه ياكل؟ لا يبقى سهوله الوصول ثلاث حاجات. سهوله الوصول الجغرافي
وصوره وصول مادي وصوره وصول اجتماعي. يبقى اكسبيلتي ثلاث حاجات راجع مع بعض. الاكسبيلتي صوره الوصول، يبقى اول ماده لازم صوره الوصول للخدمه الصحيه. يعني يا مواطن نوفر للمواطنين بتوعنا في مصر صوره الوصول للبرامج الهيلث ازاي بقى؟ بثلاث مبادئ. جيوغرافيك يعني جنب في كل مكان. يعني كل مكان كنا بنحقق في مصر ومش بنحقق تاني يا جماعه. متحقق عشان العيادات الخاصه كانت حبيبه مش معانا فيها ساعتها. متحقق عشان العيادات الخاصه يا جماعه. وماديا يبقى التكلفه رخيصه. واجتماعيا ما حد كمان يقول اجتماعيا زي يا جماعه. عبقري بيقولها. حد يديني يا جماعه سهوله وصول اجتماعي حصلت في مصر في اخر 10 سنين. يعني كان في زمان حواجز اجتماعيه للبرامج السجيره يا جماعه؟ كان ايه من دول الحواجز الاجتماعيه؟ وصفه العار سيجما. اديكم مثال. لما نعمل يا جماعه مستشفى ونسميها مستشفى السل. واللي بيجيب السل يا جماعه بيترفض من شغله ومراته تطلب الطلاق ومحدش يرضى يعيش جنبه وصاحب البيت بيطرده عشان ما يجيبش السل منه خايفين منه. فلو كنا مسمينها مستشفى السل يقوم اي واحد داخل نعرفه. فغيروا اسمها المستشفى الصدر وحطوا شويه امراض اوانطه كده لا بيعالجوا ولا اي حاجه. برونك الازمه عشان حد يقول لك انت رايح فين يا ابراهيم؟ ده انا كان عندي برونك الازمه مش عارفك. اللي زيها يا جماعه الامراض النفسيه كان زمان معاك في المستشفى اسمها مستشفى العباسيه. فلو لقوا يا جماعه حبيبه داخل المستشفى العباسيه الناس هتعرف ايه؟ ها؟ حبيبه مجنونه. فرح عني يا جماعه جايين كده بقى المستشفى المنشاوي العام. ايه بقى مستشفى المنشاوي العام؟ مش مهم اسمها ايه؟ مكتوب عليها كده وعاملين اسم فيها نفسيه دي فيها بطنه وجراحه ونساء واطفال وكل حاجه. بس اهم حاجه اللي فيه يا احمد انا كنت باسم الاطفال. حد عارف؟ بيكذب؟ انا واكذب؟ ايوه يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ يعني كان في زمان يا جماعه احنا عاملين في مصر مساله غبائيه جدا. فلما تروح المستشفى العباسيه بتاعت الامراض النفسيه كل الناس عارفه ان طالعه من انت عندك ايه؟ مجنونه. فقال لي طب نيجي على المستشفى المنيره اللي فيها بطنه وجراحه ونساء واطفال ونحط فيها قسم نفسي. بحيث ما حدش هيعرفك لو دخلت المستشفى المنيره. يبقى احنا يا جماعه عملنا هنا سوشيال اكسبيلتي. ادي مثال. ادي مثال. اديكم مثال يا جماعه. عارفين يا جماعه السوشيال اكسبيلتي يعني يا جماعه؟ يعني الحاجات اللي تقدم لها المعايير الاجتماعيه مش عيب. مش هنقدم حاجه عيب. ولا نقدم حاجه ضد عادات المجتمع. ضد مع النورمس على المجتمع. فهمتيها يا فاطمه ولا ايه؟ يعني مش عارف انت بتفتحيش الورقه ليه؟ طب ليه ما بتفتحيش الورقه؟ تبقى لازم النظر تبص فيه. هتفتكر. فعلا يا جماعه هذا الكلام لابد ان تكون يعني. الخدمه اكسبتابل. يلا عشان دي رخمه قوي قوي قوي. يلا حبيبه ايه رايك يا جماعه؟ ازاي تعرف يا جماعه ان اي حاجه في الدنيا مقبوله؟ يعني ما حد يقول لك بقى اعرفها مقبوله ازاي؟ طب انا اسالك سؤال. الناس بتقبل الخدمه يا جماعه بناء على الاحساس النفسي ولا بناء على يا جماعه اروح اشوف دفاتر الدكاتره فلاقي كل الشعب راح؟ لا الاحساس النفسي. الاحساس النفسي. الناس يا جماعه ما تفهمش نفسيا بس. فالخدمه عشان نقول عليها مقبوله يبقى انت استخدمتيها وانت استخدمتها وانت استخدمتها وانت استخدمتها. يبقى بيقاس باليوتيلايزيشن بالاستخدام. دي مهمه جدا. تاني عشان نعرف ان اي خدمه في الدنيا. اديكم مثلا يا جماعه الناس حبت او قبلت مثلا يبقى في مطعم جاد في المانيا. يبقى اعرفه ازاي يا جماعه؟ الناس تروح له. الناس تروح له بس. عندك حل تاني؟ حد عنده مقياس تاني عشان اعرف القبول؟ ما عندوش اي مقياس تاني. لا اجيب لك مثال تاني يا جماعه. ازاي بتعرف يا جماعه مثلا ان العروسه دي مقبوله؟ الناس اتجوزتها. نجاح منتج الناس اتجوزتها. الناس اتجوزتها. مش شايفه. ايوه اعرف. ده دي مهمه جدا عشان تفتكروها. اقول مثلا عشان تفتكروها. والله يلا يا جماعه يلا يا جماعه قلنا افوردبل يا جماعه انها متحمله. دي عاملين ايه؟ انا بص يا جماعه كلمه متحمله دي يا جماعه لحظه بقى ناحيه التكلفه انا زعلان منها ليه يا جماعه؟ ما دي يا جماعه رقم 2 في الاكسبريتي. ما دي رقم 2 في الاكسبريتي بس برضه لونها عشان ما تنساهاش. لحظه يا جماعه دي حته بقى حلوه قوي قوي قوي. بص يا جماعه المثل ده والله التعريف للمشكله يا جماعه. على فكره المصطلحات مش مشكله. المشكله يا فاطمه التعريف مش المصطلحات. يعني جنب المصطلح. بص يا جماعه قلنا اكسبتابل مقبوله اعرفها لو الناس بتستخدمها. بص معايا بقى رقم كلمة مناسبة ابروبريت مناسبة يعني يا جماعة؟ الحاجة المناسبة هتدي الاثنين، ما اقدرش اقول يا جماعة المناسبة انها مقبولة، اديك مثلا المناسبة تبقى مقبولة اجتماعيا ومناسبة للدكتور اللي بيقدمها. الناس بتستخدم فيها تبقى علمية ومقبولة. تاني عشان اقول على حاجة مناسبة، مناسبة لمين؟ يعني الخدمة مناسبة بتبقى مناسبة لمين؟ مناسبة ليا وللدكتور. طب الدكتور بيوصلها ازاي؟ علمية، ما بهجص. والمضاد بيوصلها ازاي؟ احساس، مقبولة احساسا. يبقى كلمة ابروبريت هتدي الاثنين مع بعض يا جماعة. تبقى ساينتفك علميه واكسبتابل مقبوله. ثم بعد لها حته حلوه قوي قوي. ما اعرفش المشكله دي واضحه عندكم في القاهره. كانت واضحه في القاهره زمان. يا جماعه واضحه في القاهره دلوقتي ولا لا؟ يا جماعه ده كنا بنتبع كنا في موضوعات التعبير زمان. ايه بقى موضوعات التعبير يا جماعه زمان؟ ما اكبر مشكله يا جماعه الحكومه في مصر في الشوارع. اقول لكم ايه المشكله زمان؟ انا دلوقتي يا جماعه الشارع اترصف فنروح جايين حافرينه عشان نعمل ايه؟ نحط التليفونات وبعدين نرصفه تاني بعد اسبوع يجي بتوع الميه يروح حافرينه وحاطين الميه وبعدين يروح جايين نصفينه تاني يجي بتوع الصرف الصحي حافرينه تاني يروح حاطينه جايين بتوع كاس تاني وهكذا 1000 مره. مع ان اي دوله محترمه في العالم نعمل ايه يا جماعه؟ كل واحد صاحب الطريق معاكم مين صاحب الطريق؟ بنادي عليهم احنا هنحفر الطريق بكره
مين اللي عايز يحطه في المنطقه دي حاجه يجي بقى بتاع الميه يحطه بتاع التليفونات يحطه بتاع الصرف الصحي يحطه بتاع الكهرباء يحطه بتاع كذا ونرصفها مره واحده. ده اسمها تنسيقه. ومش ده ما بين الحكومه ولا الناس بتحط ما بين مين؟ ما بين مين في الحكومه؟ ما بين الوزارات المختلفه الزراعه والصناعه والتليفونات والاتصالات وكله مع بعضه. بصوا ايه اللي بيحصل بقى يا جماعه؟ انا اقول لكم الصح اللي بيحصل بقى. دي بنت واحده في قريه حبيبه كده واحده صحيه في قريه. تمام؟ شكرا. تبقى انت واحده صحيه في قريه، بص بقى المثل ده، واحده صحيه في قريه، فضمير حبيبه ناقح عليها قوي، فقالت بقى النهارده عندنا رش القطن، ادي مثال اهو، رش القطن في شهر 10، طب انا اعمل ايه بقى؟ عايز افيد المجتمع بتاعي، اروح منتصر في رش القطن بس 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 يعني مين زراعي؟ مين زراعي؟ مين زراعي؟ مين زراعي؟ انا بدي مثال بس ايه؟ لسه اضرب مثال زي اهو، لسه اضرب مثال زي بس عايز اكبر الموضوع شويه. بص يا جماعه، فعايز اعمل ايه بقى؟ انا خايف الفلاحين يجي لهم مثلا 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 مرض مثلا على صدرهم، فاعمل ايه؟ هروح جاي متصل بوزاره الصحه اقول لهم انا عايز 100,000 جنيه ماسكات يشتري ماسكات للفلاحين عشان يستعملوها ما يجيلهمش مرض. بتاع وزاره الزراعه قاعد في وزاره الزراعه هو كمان قاعد على ضميره، اتصل بوزاره الزراعه قال لهم انا عايز 100,000 جنيه ماسكات عشان الفلاحين ما يجيلهمش مرض. يبقى جالهم من مصدرين اثنين احضرنا الفلوس على الارض. كان لازم حبيبه تنسق مع بتاع وزاره الزراعه اللي علاقه بهذا الكلام. اديكم بقى مثلا زي ايه بس يا جماعه؟ القضيه حاجه اسمها انتر ما بين سيكتور اللي هو ايه؟ القطاعات كوردينيشن اند تنسيق، تنسيق ما بين القطاعات. يعني يا جماعه لازم البرايم ليست يبقى فيها تنسيق. لحظه بقى السؤال يا جماعه بالمره، وعشان كده استنيناها مين يا جماعه؟ رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء. عايزين حد يمثل بين كل الوزارات. انا هديكم مثلا عمركم نزول. يلا يا جماعه يلا اهو زياد انا عايز اعلم يا جماعه الشعب المصري كله. هديكم عمركم زي ما اضرار التدخين والادمان ومثلا على مثلا تنظيم الاسره. يلا يا جماعه احنا لا حد بيقول يا جماعه وزير الصحه ينسق مع مين عشان الشعب المصري كله يتعلم؟ وزير الاعلام. طب وزير الاعلام مش كنا بنتفرج على التلفزيون والراديو؟ وزير مش كنا طبعا بنتفرج على الاذاعه بنسمع الراديو فيسبوك يا جماعه. حصل حصل لا حصل معاكم كلكم يا جماعه. برافو عليك. حطها جزء من المناهج في وزاره التربيه والتعليم. موضوعات القراءه كلها كان فيها اضرار تدخين ماشي، بس ده قطاع كبير جدا. ده عمل احسن من كده كمان بقى، ده خلاك تتعلميها غصب عنك حتى لو انت بتدخلي. ليه بقى غصب عنك؟ هتسقطي فيها. هسقط فيها؟ لا هسقط فيها لو ما ذاكرتش الموضوع ده. صح. والاعلانات اللي بتتعمل في الشوارع انت ممكن تسدي ايه؟ انت غمضي ايه؟ لكن غصب عني، غصب عني لازم اعرف موضوع القراءه واذاكره كويس عشان امتحن فيه. هو ده يا جماعه من احسن يبقى تنسيق ما بين الوزاره والهيلث اديوكيشن ووزاره التربيه والتعليم اديوكيشن على الرابعه. قال يا جماعه الشرط الثالث تعاون انتر سيكتور ما بين القطاعات. يا اما بتنسى على المستوى اللي مع كل واحد بيربي مثلا من اللي انا قلته على المستوى، يا اما نوسع على المستوى الناشونال مصر كلها ما بين وزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم ووزاره الاعلام، يا اما على المستوى اللوكال الوحبيبه الوحبيبه وزاره الاعلام، يا اما على المستوى اللوكال والمثل بتاع حبيبه بتاع وزاره الزراعه بتاع الموظف بتاع الوحده الصحيه في القريه والموظف بتاع وزاره الزراعه في القريه، يا اما على المستوى جماعه ريجنال المحافظه. زي ما انا هنسق مع المحافظ على مقلب الزباله، انا هنسق مع المحافظ على طب بقى بالمره بقى يا جماعه ده حته اللي كنت بقى انا عايز اطلع الموضوع كده مده دقيقتين اتنين يا فاطمه يا فاطمه او دقيقه بالظبط يبقى حاجه كده ايه على سبيل حتى الراحه يعني بس يعني. يا جماعه الدكتور دلوقتي ليه قيمه زي زمان ولا اقل من زمان؟ حد فيكم يا جماعه بيحب؟ انا بحب مثلا الافلام القديمه جدا طبعا. جيلكم ممكن ما يكونش يحبوا مثلا، اصل في ناس اللي رياضه بتاعتك ما بتتفرجش عليها اصلا. لا 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 احنا هلسين مصر محمد هنيدي مثلا ده يعني هو ده ادم واحد. لا لا ايه يا جماعه؟ حد فيكم اتفرج على فيلم الزوجه الثانيه وشاف الدكتور او الزوجه او الفيلم القديم دي عموما والدكتور في القريه ده كان ايه امتى بقى الدكتور في المحافظه؟ يا جماعه اي اي نادي في اي محافظه كان في ثلاثه بيقعدوا مع بعض، المحافظ ومدير الامن والدكتور. دلوقتي طبعا الدكتور يقعد مع الفراش في النادي تمام، يقعد مع حافظ لا لا ده هاترك كده، لكن يقعد مع المحافظ لا والله بهرج. لو رحت يا جماعه اي مكان قالوا لنا كده احنا بنطلب يا جماعه، رحت اي وزاره تقول لهم انا دكتور على باب الوزاره تلاقي الوزير نازل بنفسه ازاي يطلع لوحده؟ لا ما يطلعش، انا انزل تحرك الاسانسير ونطلع مع بعض ونتكلم في الطريق. دلوقتي طبعا الدكتور روح على زنزانتك يا زي اللي جاي زنزانتك يا زنزانتك على نفسك بره يا كلب. ده 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 عايز اسالهم يا جماعه، مين اللي عمل في الناس كده يا جماعه؟ مين اللي عمل في الطب كده؟ احنا اللي عملنا في نفسنا ولا هم اللي عملونا؟ لا احنا اللي عملنا، احنا اللي عملنا يا جماعه بحاجه زي دي صغيره. يا جماعه احنا تخلينا عن دورنا الرئيسي وفاكرين الطب يعني علاج بس، يجي لي واحد العياده في الدواء يروح. لا فينا حد فكر ينزل الصبح يا جماعه عشان يحل مشكله الزباله او الصرف الصحي او الميه اللي عماله تجيب فشل جلوي لكل المصريين وراح راح رئيس الوزراء، ولا حد راح فينا في برنامج مثلا للوزير او المحافظ في منطقته، ولا حد. يا جماعه كان زمان الدكتور كده. الدكتور على فكره يا جماعه احنا دي مقطع فضل حضرتكم، مصر كانت دوله اهم من امريكا وبريطانيا لغايه سنه حاجه و40 في البرنامج السرير. كان الدكتور المصري ده حاجه كبيره جدا في العالم كله. اديكم مثلا بقى لنفسكم بقى يا جماعه، جمال عبد الناصر لما عايز سلاح، لما كان عايز سلاح يجيب سلاح من روسيا عمل ايه يا جماعه في الستينات؟ حد عارف ولا لا؟ بعت لهم الدكاتره المصريين، احنا عندنا الكنز بتاعنا قدام، تبعتوا لنا سلاح.
يعني دكاتره مصريين هنوديهم هناك يشتغلوا هناك، يعني منا مننا منا رايحين يشتغلوا في الاتحاد السوفيتي. انتوا متخيلين يا جماعه قدام بدون سلاح؟ طبعا دلوقتي يروح ويبعت لك مثلا ايه لب مثلا يبعتوا له بعد ما يبقى حرام عليك. معلش بس انا برضه عايز حاجه، احنا برضه الليفل بتاعنا زي الدكاتره بتوع زمان. اه الازمه الازمه يا جماعه على فكره بتدرس حتى بتوع زمان، لا بتدرس حتى بتوع زمان. الفرق ان شخصيه الدكتور دلوقتي مش زي الشخصيه بتاع زمان. يعني الدكتور بتاع زمان يا جماعه كان كاتب ومفكر وفيلسوف، واما الدكتور بتاع دلوقتي انا زينا زينا يا روحي اصلا بعيده. انت بنعمل ايه حاجه المذاكره؟ لا عندنا اطلاع على اي حاجه في الحياه ولا خبرات اي حاجه. لا بس ابراهيم مثقف على فكره جدا يا اه الواد ده ينفع والله ينفع وجهه يعني على على الرغم من ان هو مكفر سيئاتنا هو وجهه يعني والله. لو رجع تمام ناخد بقى معانا ده حاجه اسمها معايا يلا معايا دي بقى حته حلوه قوي. ايه يا جماعه حبيبي بس ورجع مره معايا يا جماعه شباب 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 يا جماعه ايه بقى الواقع المصري دلوقتي بقى؟ حد يجاوبني يا جماعه. المستشفيات الحكوميه او البرايم هيلث كير في مصر او المستشفيات الحكوميه السكندري او التيرشري هي الاحسن ولا دار الفؤاد؟ الاثنين لا معلش دكتور وائل لسه انا عايز واحد واحد جوه عشان بس ده شرط الاثنين يعني زي يعني القصر العين القديم مش عارف جديد حتى ولا دار الفؤاد يعني مستشفى برايفت ولا يلا يا جماعه لا 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 السؤال لو واحد فيكم على قدر الله تعب يا بنات يا حبيبه لو واحد لا قدر الله تعب يروح دار الفؤاد ولا يروح القصر العيني القديم؟ القصر العيني. اسمعوا يا جماعه اي وزير في مصر اي رئيس جمهوريه في مصر لو تعب لو تعب بصوا بقى يروح القصر العيني. ايه الفرق يا جماعه؟ ان مفيش عداله. يعني ايه مفيش عداله؟ يا يا توقع يا توقع يا توقع يا توقع مطمن على الدكتور مطمن عليه؟ دكتور وائل تعبان قوي لسه تعبان اه ايوه ايوه انا كلمته انا كلمته بعدين خلاص ماشي يا جماعه يلا بصوا بس يا جماعه بصوا بس ده رحت انتوا رايحين القصر العيني ركز زياد حاول تقول زياد رحت القصر العيني يا جماعه انت لو رحت القصر العيني هتلاقي الدكتور عاملك ازاي؟ ما بيشيلش عينه من الورقه وبيبصلكش اصلا يكتب لك اي دواء ويكتب في باله وما يهتمش بيك. بصوا بقى لو راح بقى دلوقتي يا جماعه وزير القصر العيني اللي هيحصل معاه هتلاقي عميد الكليه نازله بنفسه اكبر استاذ هو اللي جاي اعلى اجهزه مش موجوده في اي مستشفى يا جماعه الحكومه عندها اجهزه مش موجوده في اي تخصص العيال تطلب. يبقى اذا هنا الازمه يا جماعه لحظه بقى الازمه في المنشاه ولا في العداله؟ في العداله. يبقى هنا يا جماعه عايز يقول لك شوف والله شوف شوف يا جماعه المؤتمرات المحترمه ازاي حطوا سد الثغرات دائما. قال لك بقى البرايم هيلث كير احنا عارفين انها فيها امكانيات لكن مش هتطلع في كل الشعب. احنا عندنا دكاتره يا جماعه عدد مهول عندنا اجهزه في البرايم هيلث كير عدد مهول عندنا كل حاجه بس يا جماعه انت تروح رايح محدش عبرك واحد تاني يروح يطلع له كل حاجه لك لا عايزين يكوى تبقى عداله. يبقى مع المبدا المهم جدا ان في عداله اجتماعيه ما تميزش على الناس. على فكره يا جماعه بتحصل في دول كتير قوي يقول لك ايه بقى مثلا بتوع النوبه ما نعالجهمش ليه؟ ما بديش النوبه يعني احنا اديك مثال هو معظم امكانيات وزاره الصحه عندنا يا جماعه في الصعيد ولا في القاهره واسكندريه؟ في القاهره واسكندريه هنا المساله مش عداله. يبقى احنا ميزنا ضد ناس وعشان كده قال لك لا يبقى لازم يبقى في عداله. اقول لكم عامل زي يا جماعه اقول لكم عامل زي ايه؟ زي الانتخابات لما تيجي يا جماعه وفد مثلا من 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 مثلا مركز كارتر مثلا عالمي لمراقبه الانتخابات يودوه يا جماعه فين؟ مدرسه في مصر الجديده ويودوه مدرسه في كذا اللي هي يا جماعه لا فيها خناقات ولا فيها تزوير ولا فيها كذا ولا فيها كذا. يبقى التزوير بيحصل في كل مصر الا في الحته دي. نفس الفكره يا جماعه ما هو ممكن يجي وفد يا جماعه من منظمه الصحه العالميه يشوف على البرنامج السكري عندنا يوديه القاهره واسكندريه لا تعال بقى نوديه النوبه واسوان والوادي الجديد وتشوف بقى البلاوي عامله هناك ازاي. يبقى هي يا جماعه الامكانيات لازم توزع على الجمهوريه كلها بعداله يعني نقربها مع بعض. قال لك يبقى في يا جماعه ايكوتي عداله يعني في ديستريبيوشن للسيرفيس كويس. فيا جماعه دي بقى حته حلوه قوي قوي. بص يا جماعه اللي قدام حصه من حصه كنتوا كلكم معانا فيها. بص يا احمد يا احمد لما يجي يا جماعه طفل صغير اعمل له خدمه اسمها بري سكول. لما يكبر الطفل ويروح المدرسه الملف يروح معاه ويكمل اسمه سكول. لما يكبر شويه يبقى اسمه قبل الجواز. لما تحمل يبقى اسمه قبل ليتر. لما يعدي يبقى اسمه جيرياتريك هيلث بروجرام. عارفين يا جماعه الخدمه كونتينوس مستمره يعني ما نكشفش على الشعب شويه ونطنش شويه نكشف ولا يبقى برضه نفس الفكره زي العداله بس هنا على مستوى العمر كله. بقى يا جماعه قال لك من ضمن المبادئ يا جماعه يبقى دي حته حلوه قوي يبقى في نظام تحويل. ايه يا جماعه الكيبورد يا جماعه تحويل ولا سيستم؟ سيستم. اقول لك على حاجه احنا كلنا بنحول بس بنحول هبص عارفين بنحول ازاي؟ بنحول عشان نزيح عن دماغنا نزيح عن دماغنا بنشتغل في الحكومه تقف ما تبصوش ان انتوا يا جماعه دلوقتي ملائكه. ايه اللي هيحصل بقى لما تيجوا تتخرجوا؟ ما بقولش اعملوا كده انا ما بقولش اعملوا كده ده انا بحذركم من بدري ايه اللي هيحصل من كتر الزهق. بصوا يا جماعه يجي لك واحد مثلا واحد ده مش تخصصي جدع عارف هتروح عامله ايه؟ خلاص روح لدكتور فلاني ده مش تخصصي. طب الدكتور مين؟ روح لدكتور جراح. ايوه في دكاتره جراحه كتير ما تصدعنيش اي دكتور جراح هيقابلك بره يا جماعه. اللي يحصل ايه بقى يا جماعه؟ ده في ورقه معينه بتاخد قانون مصر برضه يا جماعه. الورقه دي
لها نظام معين للتحويل. بصوا بكده بدات فيها ازاي يا جماعه. جاي العيان الساعه كذا، كشفت عليه ولقيت عنده المثل الساينس الفلانيه وكذا وكذا وكذا، والانتجات اللي عندي في الوحده ما فيهاش كذا، او في العيله حتى الخاصه ما فيهاش كذا وكذا وكذا، واتمنى من سيادتك تعمل لي كذا وكذا وكذا. عارفين يا جماعه الطريقه دي تكسبك ولا تخسرك فلوس؟ تكسبك دهب. عارفين تكسبك دهب يا جماعه. انا اقول لكم بقى اللي بيحصل في اي دوله في العالم ايه. انت يا جماعه دكتور نفسي صغير، مين الدكتور النفسي الكبير اللي كشفه 1500 جنيه واكل السوق ده كله؟ دكتور احمد عكاشه. بص بقى بره هيحصل ايه بقى. يجي لك العيان وده اكبر مني عنده مرض تقيل قوي، اروح جاي محوله للدكتور احمد عكاشه، يروح له مره واحده بس يكشف عليه، تلاقي دكتور احمد عكاشه رد لي على الجواب ده قال لي بقى انا عملت له كذا وكذا وكذا، والسبع سنين الجايه تمام هتكشف عليه مره كل اسبوع، هيديك 50 جنيه مره كل اسبوع. طبعا مش هقول لك الفلوس كام يعني، هتكشف عليه مره كل اسبوع وتتابع عنده كذا وكذا وكذا. يبقى هو راح له مره وجالك 1000 مره. نظام التحويل ده يا جماعه يخليك تشتغل ورا كل دكتور كبير له نهار في الزايده وفي القلب وفي كذا وكذا، يكسبك اكتر. هو هيعمل كده؟ ما هو ده بقى اي دكتور الواقع المصري حاجه واللي على الورق حاجه. على الورق ان التحويل ده مش بالبوك كده، في جواب بيبعت وترد عليا وانا اللي دافع. انا بس بتكلم. هو الدكتور الكبير هيعمل كده بجد ولا انت هتعمل كده؟ هو هيعمل كده، هو ما يصدق يجيلك عيان ومفيش تاني خلاص. تمام. ده عيل صغير ما فهمش حاجه، وانت طبعا مش هتبعتيه اصلا عشان تكملي معاه وتجربي بيه. تمام. لكن ده الواقع المفروض في اي دوله في العالم كده يا جماعه. ابعت يا جماعه للدكتور الكبير يرد عليا تاني، ويبعت العيان اللي انا تابعه ادوب عامله ازاي يا جماعه. هو لو واحد يا جماعه عمل عمليه قلب مفتوح مش عايز متابعه يا جماعه اي سي جي كل شويه، وعايز يشوف الجرح لم ولا لا، او عايز يشوف حصل له كذا ولا لا، يا جماعه حوالي شهرين ثلاثه سنه. يبقى انت تتابع سنه هكسب اكتر اصلا، هكسب اكتر لو تابعت ورا كل دكتور كبير سنه عيان واحد. هو هروح له مره واحده بس وانا يجي لي 1000 مره. مش كده يا جماعه؟ الجي بي بره يا جماعه مهم جدا. نهار اسود. ده احنا ايه ده؟ احنا بره التاريخ، احنا بره التاريخ اصلا، احنا مش موجودين. لا لا بص لا 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 ليه؟ بس انا بقى عشان الوقت بقى. بص بقى انا قلت لكم على حاجه، وانا صغير انا طول عمري بحب مصر جدا، واكتر منكم 1000 مره بساعات بضحك كل شيء عشانها. يعني الناس فاكرين الثوره يعني والكلام ده ان احنا الصغار يبقى عكس مصر ولا الكلام ده كله. ومع ذلك لغايه يا جماعه ما كبرت وقريت احنا بره التاريخ الانساني، يعني المفروض احنا الناس تبقى متاخره 7 سنين عاديه، احنا مثلا 700 سنه ضوئيه، والسنه الضوئيه مثلا 300 سنه. والله في كم واحد كويس بيفكر زينا احنا موجود؟ ما سالتنيش بقى المثل، ما سالتنيش على المثل اللي قلته اول حصه على الدكتور ناوي في انتوما، ما سالتنيش بقى على المثل الدكتور حسام موافق قال على نفسه ايه؟ هو اللي قال على نفسه انا بضر مصر على فكره وانا ليه بقى؟ ده مش الفرد مصر. لحظه بس ما كملي جميلتي. الفرد المجتهد بره السيستم لا شيء، بكره ينزل. صح يا دكتور. ولا حصل حصل يبقى غلط ماشي. لا القضيه السيستم بس لا بس مش ليس له اي قيمه بره. بقى بره ايه بيحصل بقى يا جماعه؟ عشان انت الناس ضعيفه بره جدا، الناس ضعيفه بره ضمير، والناس ضعيفه تعليم على فكره، والناس بقى اقل منه في تعليم. يعني الورق اللي انت بتاخديه ده تمام 10 100 ضعف اللي بيدرسوا بره. ايوه طب طب لحظه بقى، واقل منك معلوماتا واقل منك مجهودا واقل منك تحمسا واقل منك كل حاجه، لكن اكثر فايده لدولته. ليه بقى؟ لانه جزء من الترس. ايوه بس احنا عشوائيين عندنا خبطوا بعض. صح. يعني انت ممكن تعملي حاجه حلوه عكس تعملي حاجه حلوه تخبطوا الاثنين في بعض. بس احنا برضه يا دكتور يعني السيستم يا جماعه كل شيء. في ناس شغاله ماشي، بس السيستم مش هيطلع حتى لو خد السيستم. انا يعني مش مصر احنا بنتكلم مننا. وهعالج كويس وبضمير. طب انا مش عارف ليه دكتور موافق على لوحدك؟ لان هو انا بس انا بموت. لو انا بقى في قد يعني مثلا زي دكتور رشيد يعني ده انا طالع زي 500 ايوه ايوه لكن انا فاتح منظومه تعليميه مش مفيش حاجه عملتها يعتبر هو ان هي لو مش موجوده خلاص الخدمه اللي هي بره دي خلصت. لا ده يا جماعه اخر حاجه، يا بنات اخر حاجه بقى، دي حته حلوه قوي معلش بتحصل مع او اسف دي يا جماعه كان حلم حياتي اللي تحصل في مصر. بصي بقى حبيبه بصي يا جماعه، ايه رايكم يا فاطمه ايه رايك يا فاطمه لو واحد راح لدكتور نفسي يا جماعه، واحد راح لدكتور نفسي عشان يتعالج واكبر دكتور في مصر، ايه رايكم يا جماعه هيعالجه ولا مش هيعالجه؟ نسبه العلاج في الطب النفسي صفر، دي الاهبال فيها قوي 0%. ليه يا جماعه 0%؟ الا في اوروبا. لا لازم تيم فريق، يعني معايا اخصائي اجتماعي يطلع يحل مشاكله الاجتماعيه والزوجيه وحياته، ولازم دوله تساعدني وتوفر له شغل. عارفين هو عمره بيوصل لدرجه يا جماعه لازم الدوله توفر له احيانا شغلانه مناسبه لمرضه النفسي يعني علاجه بالعمل. لازم تيم. هو ده اللي بيحصل معاه على الورق في الوحدات الصحيه. الوحدات الصحيه في محامي معاك شؤون القانونيه واخصائي اجتماعي متخرج من كليه اداب بيحل مشاكله الاجتماعيه طبعا على الورق بس، واحد فاهم في الزراعه عشان يحل مشاكل بتاع الفلاحين، واحد فاهم معرفش بايه، يبقى انا لازم تيم فريق مش فرد واحد بس. يعني احنا ماضينا ابراهيم من سنه 78 ان الوحده الصحيه مش على الدكاتره بس، ده فريق عمل. ده بيعلمكم يا جماعه لحظه عارفين ده بيعلمكم يا جماعه ان عيادتك الخاصه اللي زي الوحده الصحيه زي نفس الكلام اذا فيها تيم. هي كمان انا بقى حلم حياتي كنت عامله السنه اللي فاتت لولا جالي احباط كنت على الخط الخاصه، ودي على بالمناسبه عملتها مره سنه 2011 وقامت الثوره وصرفت عليها تقريبا معظم فلوسي. اه والله العظيم رحت جايب بنات من كليه اداب، قلت اي كليه اداب على تربيه نوعيه على اي حد، وقعدت ايه عشان كنت عامل حاجه للاطفال،
فالبنات ما عندهم صبر أبدا مع الأطفال. ورحت أعمل بقى هدربهم كلهم في مجال يقدموا خدمات متعددة التخصصات. ورحت بكل الفلوس دي على الأرض ورحت الثورة رجعت لقيت كل واحدة رحت إيه خارج التدريب ورحت اشتغلت في مؤسسة بقى بيزنس بقى إيه وتصدر هذا الهدف. والله عظيم بدين 30 مليون بالعكس كده كده هتشغل ناس كمان من الناس اللي خارجه من الكليات. لا مش هتشغل معايا هختارهم صح ازاي بقى اعملهم ده هو اللي مدربهم يا بنتي ده مدربهم طب هو دربهم مش مصدقين ناس صح بس ناس شاطره اللي عايز اصله بقى نصيحه لكم لازم الدوله الاول تساعدنا في انها تنشر الفكره دي عشان انت تاخد نجاحي غير كده انت بتحرقي في بحر واحده على بقى قال لك بقى لازم ببين الفريق ده يا جماعه فيه بقى دكتور اسنان وفي صيدلي وفي ممرضه في موبايل دايره كان بيسال معاه لحظه يا شيخ حته حلوه بقى انا هقول لك معاها حد يقول لي اه فيها دكتور تحاليل ولا فني تحاليل مكتوب عنده تكنيشن فني طب ليه يا جماعه فني عشان ده حاجه مش سبيشال يعني الخرب اه برافو عليك لان دكتور تحاليل تخصص لان دكتور تحاليل تخصص يا جماعه ناخد بقى اللي معانا يا جماعه انا كتبه تحت يا جماعه هو اللي عايز اعرف بالعربي العربي هفيده بنزله عشان يعمل تسكيمه بس تعمل تسكيمه بس مش انا احفظه جنبك يبقى اكسبيرتي ومقبوله اكسبتابل رخيصه افوردابل ومناسبه بروبريت تنسيق وعداله تمام متصله ومشاركه من هنا مش شعر ولا جمل كويسه لا هي الفكره ان لما تحولوا في مره تقول المتصل دي كانت ايه كانت ايه كانت ايه عمر ما ننساها نرجعوا مره تفكها ناخد بقى مع العنوان اللي جه الراوند اللي فات بالنص هو ده العنوان اللي جه الراوند ده معاه ما هي عناصر البرايم هيلث كير يا جماعه اللي ما تقدروا تكتبوا معانا فيها ايه زياده تقريبا يا جماعه من اللي فات بقى اي برنامج كان يا جماعه اي برنامج كان حتري 2 جنيه يا جماعه اي برنامج كان حتري 2 يا ابراهيم يا ابراهيم اي برنامج يا ابراهيم اللي نفسك معاه ليه بتربطه كل دي بتاع اللي بعدها اي برنامج كان عباره عن حتري 2 جنيه ايه ها او كومبوننت ما يقلمت معناها وظيفة الدكتور وظيفة الدكتور يا جماعه في الوحده الصحيه حاجتين ايه الحاجتين سليم ومريض ولا مريض بس بيشتغل على سليم سليم مريض لحظه المريض بعمله ايه يا جماعه علاج كيورتيف المريض سليم كنت بعمله ايه لا غلط السليم كنت بعمله حاجتين مع والله بعض الحاجتين هيلث بروموشن وبريفنشن السؤال اللي جه الراوند اللي فات ايه الفرق بين هيلث بروموشن وبريفنشن قلت لهم حسيتين لو انتوا فاكرين هيلث بروموشن من فاكر معاك اجراء نون ميديكال غير طبي يعني ايه غير طبي بص يا احمد العب كوره يا احمد هتحسن صحتك ولا يا احمد هتحسن صحتك بس الكوره بطب لا يبقى ده هيلث بروموشن لكن خد التطعيم ده طب ولا ماده طبيه مش ماده طبيه ده بريفنشن هو ده اللي جه السؤال اللي فات طبعا ربنا معاك قال لك في خدمات بروموتيف تحسين صحه يبقى اجراءات غير طبيه وحاجات بريفنتيف وقائيه وحاجات كيورتيف علاجيه ايه اللي جالهم الراوند اللي فات بقى يا جماعه هقراها وبعدين اسكتهم يلا انا هقول لكم واحده واحده من الخدمات وحد يقول يا جماعه ده بريفنتيف ولا بروموتيف يلا يا جماعه انا اقولها وانت قول يا فاطمه فاطمه شاطر ده بريفنتيف ولا بروموتيف يلا يا جماعه اول واحده هيلث اديوكيشن اوزع على الناس ورق الورق ده يا جماعه ماده طبيه ولا غير طبيه ورق مش على ورق ايه ورق ها بروموشن يبقى بروموشن لان ورق مش ماده طبيه ثم يا جماعه احسن وسيله للهيلث بروموشن انها مره زمان مع ياكل كويس يبقى الفود يا جماعه ولا ملوخيه طب يبقى بروموشن يا جماعه ده هننظف البيئه يا جماعه الجير مع خيره جماعه لما نخلي البيئه ما فيهاش ورق نشيل ورق من الارض ده يا جماعه ده حاجه طبيه يبقى بروموشن ثم مع بعدها لما نوصل للناس كده يا جماعه مش الخدمه الصحيه لما نوفر عربيات توصلهم للناس جوه بيتهم ده حاجه مش طبيه العربيه مش طب يبقى بروموشن اللي بقى صحه ناخد بالي بعدها ايه بقى يا جماعه الخدمات البريفنتيف يا جماعه التطعيمات دي ماده طبيه بريفنتيف الادويه اللي فيها حديد سبلمنتيشن يا جماعه الادويه فيها ماده غذائيه سبلمنتيشن دواء فيه ماده غذائيه لا سبلمنتيشن دواء فيه ماده غذائيه يبقى بريفنتيف لما نوفر يا جماعه ورقه عباد شمس عشان نشخص الناس اللي عندها مختلف بيها بقى انا مختلف ده يا جماعه المفروض يا جماعه ده كنترول علاج ما هو التشخيص والعلاج حته واحده بس انا هسيبها زي ما هي السكريننج يا ابراهيم حد يا جماعه مختلف ان السكريننج هو سيستم بريفنشن وكنترول مش اي يا جماعه تشخيص السكريننج ايه اه يبقى ايه ما السكريننج احسن وسيله تشخيص مبكر يعني ايه يا ياسمين كان زمان يا جماعه حاجه لسه ما خدتوش يا جماعه موضوع الجنرال حاجه اسمها سكندري بريفنشن يعني ايه يا جماعه سكندري يعني كنترول يعني علاج الكنترول كان ايه اللي يديك تشخيص مبكر واحسن وسيله تشخيص مبكر السكريننج بس انا لازم ابقى مكانك لما نكشف على الناس ولا يا جماعه وسائل تنظيم الاسره عن الوقايه من كومبليكيشن الحمل لحظه بس يا ابراهيم لحظه بس يا ابراهيم لحظه خد بس بقى ان الفاميلي بلان يا جماعه ده وسيله تنظيم الحمل ثم يا جماعه لما نحول الناس بسيستم ايه بقى السؤال اللي جه الراوند اللي فات بقى يا جماعه قول البرايمري هيلث كير الى من ثلاثه البريفنتيف بس يعني هو عايز دي بس من الامتحان السؤال بقى خمس ست درجات التقسيم مش موجود في الكتاب ايوه ايوه بس تلاقي اه حضرتك اللي مقسمها اه بس هو ثابت وقال ثابت وقال فهو عايز دي بس جيس الراوند اللي فات بست درجات دي دي بس دي بس مش عايزها كلها مش عايز الام كلها عايز البريفنتيف بس البريفنتيف بس اللي هو من واحد لرقم 5 فعشان كده انا قلت لابراهيم يا جماعه عشان كده قلت لابراهيم ايه ايه عشان قلت لابراهيم يا جماعه يا بنات بنات عشان كده قلت لابراهيم لحظه بقى قلت يا تو ايه
سكريننج غير منطقيه. فعشان كده لما اقول حاجه غير منطقيه منقودها يمكن تفتكروها عشان نقطعها. يعني المفروض يا جماعه السكريننج تبقى يا جماعه علاج، تبقى كيورتيف. المفروض السكريننج يبقى علاج بس هنسيبها مكانها وقايه. ماشي يا بنتي، ماشي انا موافق. ونفس الكلام على الاخيره، يعني في اثنين غير منطقيين. ايه؟ لان المفروض والسكريننج ده انا بفحص الناس عشان اكتشف عندهم مرض ولا لا، يبقى تشخيص ولا علاج ولا وقايه. قولي بس تشخيص ولا لا السكريننج. الشمس شفت بالنسبه لي كاش لحظه. وهو كان في حاجه ما اعرفش كنت غايبه معانا ولا يوم موجوده. دوت غايبه ولا موجوده؟ اسمها سكندري بريفنشن على كنترول. كان الكنترول عباره عن حاجتين، ايبليزكشن بالسكريننج ومانجمنت. والريفيرال نفس الكلام، المفروض علاج. يعني الريفيرال المفروض تبقى علاج والسكريننج تبقى علاج. لما في ناس اكثر حرجه المرض يا توا عشان خاطر يا توا. طب اسالني انا بنت والله ما بعرفش. السؤال والله ده احنا سايبينكم. انا ما بعرفش، انا في صوت فوتني بقى مش عارف. واسمعني المساله دي، المساله دي حلوه جدا. مثلا عنده ديابيتس معروف ان هو مثلا ممكن يجي له حاجه في عينه. لا اي ايريديكشن جزء من المانجمنت. هي حتى السكندري بريفيجن كان تعريف كده ايريديكشن اند مانجمنت. يعني السكندري ايريديكشن مانجمنت. بس على كده ناخد بقى يا جماعه الكيورتيف سيرفيس. الكيورتيف سيرفيس يا جماعه، او حتى بص يا ابراهيم عامل لك ايه؟ بص يا احمد عامل لك ايه يا احمد؟ حاطط لك اول حاجه في الكيورتيف تشخيص بس باللابراتوري. حاطط لك اول حاجه، بصي حاطط لك ايه؟ ايه اول حاجه تشخيص؟ يعني رجع تاني حاطط لك في كنترول في العلاج اول حاجه تشخيص. فهمتها ندى ولا لا؟ دي المفروض مش منطقيه يا جماعه، زي السكريننج المفروض الاثنين يبقوا تشخيص يبقى علاج. ثم يا جماعه العلاج هنعالج ايه بقى؟ ما حدش بص مذاكره. فاطمه تعرفي يا فاطمه تالفين الامراض اللي تحت انت واسمين دي يا جماعه؟ هو الممارس العام يا جماعه بيعالج الامراض الماينور ولا السيفير؟ عدوا بقى يا جماعه الانفكشن بقى والبارازيتيك انفكشن، عدوا بقى كلها امراض ماينور، امراض بسيطه كلها. وبعد ما يعالج المرض يا جماعه هو الفيرست ايد يا جماعه الاستفادة الاوليه خالص الجرح يا جماعه، دي حاجه سيفير ولا عايز ممارس عام؟ دي حاجه ممارس عام جي بي. ثم يا جماعه يعمل عمليات جراحيه صغرى زي يفتح خراج طبعا ممارس عام. يدي الادويه يا جماعه طبعا هننزل بنصرف الدواء سيدنا يا جماعه، يدي الدراجز ويحول. بص بقى ايه الفرق يا جماعه بين التحويل اللي فوق والتحويل اللي تحت يا جماعه؟ بص على الكباب والله العظيم اللي كاتب الكتاب ده حرام عليه. بص بقى ايه الفرق بين التحويل اللي فوق والتحويل اللي تحت؟ التحويل اللي تحت بحوله علشان يتعالج من المرض اللي عنده، التحويل اللي فوق بحوله عشان ياخد دواء يعمل وقايه من الكومبليكيشن. ده مش صعب، ده قمه الصعوبات. يعني اللي تحت بيتحول عشان يتعالج يسميه علاج، اللي فوق بيتحول عشان يديله دواء يعمل له وقايه من الكومبليكيشن. زي الاميونيزيشن يعني. طب ده بقى وقايه، قله ادب. وقايه من الكومبليكيشن، وقايه من الكومبليكيشن ولا عشان يتعالج؟ لا ما هو اللي فوق ريفيرال تو بريفنت كومبليكيشن. طبعا مش منطقي. اللي تحت بيقول لك بقى وقايه عشان ياخد الكيس تاخد فيه اب علاج. يبقى ده علاج ولا وقايه؟ انا حولت واحد عشان يعني الدكتور يجي يعالجه، يبقى ده وقايه ولا علاج؟ علاج. بص بقى لفوق بقى حولته عشان بريفنت كومبليكيشن، انا برضه وديته لدكتور كبير بس عشان يبعد عن كومبليكيشن. فقال لك يبقى ده وقايه بس وقايه له كومبليكيشن. لا الاثنين علاج. فعشان كده بيقول لك غير منطقيه على فكره في ضنطه نفس الازمه مش هتبقوا عارفين يعني. بس ضنطه ازمه اسوء بقى. ايه الاسوء؟ حاطط يعني طبعا مش حاطط السكريننج دي خالص خالص، حاطط طبعا العلاج. بس ازمه اوسع بقى ايه بقى؟ بص يا جماعه، بص يا زياد عامل ايه بقى؟ حاطط الانفيرومنتال سانيتيشن بريفنت مش بروموت. على نمط طبيه طبعا يعني. لا طبعا انا بدي بس مثال للناس اللي بنا. في ناس اللي من غير تقسم وخلاص. السؤال بقى هيجي ازاي يا ياسمين؟ لحظه يا جماعه ما حدش بيسمع كده بقى، كل اللي معايا والله العظيم انا بشد عليكم في الكلام. انا اقسم بالله اني مش بجد عايز اشرب ميه، مش عايز ضيع ولا ثانيه منكم عشان اخلص لكم المعلومه قبل الساعه 9 عشان تروحوا الاول. ببساطه خلاص يا جماعه، يلا يلا يا عبد الرحمن، عبد الرحمن ده نسيك فرز النهارده. كل يا جماعه يقولوا معايا وانا كمان التسليم وسط الفرز. ينتج يعني علاج. بريفنتيف يعني وقايه بماده طبيه، بروموتيف يعني وقايه بماده غير طبيه. في خلاف على هذا الكلام انا رسول لكم بقى شويه حاجات يا جماعه. بروموتيف ما فيش غيرهم في الدنيا يا جماعه، اي بروموتيف في الدنيا هما حاجتين رئيسيتين. واللي عايز يزود انا هزود لك شويه حاجات من عندي. اللي هو النيوتريشن الاكل كويس وهيلثي بيبيشن. وانفيرومنتال سانيتيشن بس انا كنت بحطها حلوه انت احسن منه بس ماشي. انفيرومنتال سانيتيشن واي بريفنتيف ماده طبيه. بصوا يا جماعه رقم واحد في الماده، اثنين في الماده الطبيه ما بيتغيروش ابدا يا جماعه في البريفنتيف. سبلمنتيشن وايمونيزيشن، تطعيمات ومواد غذائيه. بس ايه الفرق بين المواد الغذائيه والاكل؟ لحظه يا جماعه، طب ليه يا جماعه حط كلمه يلا احمد احمد ياسمين يلا عشان ما كنتوش معانا في دي، يلا يا ندى ما كنتوش معانا في دي انتوا مهنون، ليه حط الفود تبع البروموتيف ماده غير طبيه؟ وليه حط النيوتريشن سبلمنتيشن ماده طبيه؟ لان النيوتريشن سبلمنتيشن بتيجي من الصيدليه، ابوك غذاء، ابوك حديد، ابوك فيتامين ايه؟ ماده طبيه. فهمتها؟ في ناس ما تعرفهاش احتياط بس بتوع جنرال، في حاجه صعبه كده هذا الكلام؟ كده ما خلصنا من ده، هو اللي جابهم الراوند اللي فات يا جماعه 99% من الطلبه الا طلبت يغلطوا فيها. السؤال ما جالهمش يا جماعه الا من البرايمس كير، قال لهم لا البريفنتيف الا من البرايمس. هو اللي كتب كله غلط؟ اه غلط، اه عايز البريفنتيف بس.
تعالوا يا جماعه كده خلصنا الحمد لله يا جماعه. بقى يا جماعه ايه بقى اكزامبل براين هيلث سكر يا جماعه في مصر؟ ده اكزامبل تراش يا جماعه، ما حدش ذكر يا جماعه، كلكم خدتوا واحده منها ماتيرنا بروجرام بينهم ثلاث حوالي. في برامج ثانيه يا جماعه، ابراهيم خد الثانيه، ابراهيم شايل. في برامج ثانيه يا جماعه، سكول بتاع المدارس. في برامج ثانيه اكتيفيشنال بتاع العمال. اي اكزامبل بقى من المنهج ده الفيرس يا جماعه، ده الفيرس بتاعنا. ثم يا جماعه هناخد بقى العنوانين الجايين سهلين جدا، هقول يلا في خلال دقيقه واحده على ما يجي الناس من بره. انا اللي جاي من بره احنا بينا خلاص بالظبط 10 دقايق، يعني باقي 15 دقايق. في جماعه مش معنى ماشي صفحتين في ساعه ان الصفحتين بقت ساعه، في دايما حاجه اسمها صلب الموضوع بيبقى ايه؟ الهلس بقى، ده الهلس بقى خلاص. يعني حتى مش مهم قوي في الامتحانات، الاجازه مش مهم في الامتحان. ايه بقى؟ منشآت البرايمري هيلث كير في ايجيبت في مصر، ايه بقى المنشآت؟ حاجات في الارياف وحاجات في المدن، ايه البني عن المدن؟ وفي الارياف رورال. ايه بقى الحاجات يا جماعه اللي في الاربن المدن يا جماعه؟ اربن سنتر، وحده صحيه حضريه زي يا جماعه زينهم مثلا، دي اسمها اربن ما في المدينه. ثم يا جماعه ام سي اتش امومه وطفوله ماتيرنال اند تشايلد. ثم هيلث اوفيس مكتب الصحه بتاع شهاده الوفاه بتاع الشرعي بقى يا جماعه شهاده الوفاه والكلام ده. ثم يا جماعه فاميلي بلاننج وحده تنظيم اسره. ثم يا جماعه ايه اللي في الارياف بقى؟ وحده صحيه رورال. واخر حاجه طب الاسره لا في فاميلي هيلث. ركزوا معايا كويس، ده حطوا على دي ما خدناش حاجه تقريبا مهمه. يلا اللي جاي دي مهمه قوي. مكتب الصحه ايه بقى يا جماعه؟ مكتب الصحه بتيجي سؤال في الامتحان يا جماعه، اللي عايز يحضر ورايا يا جماعه. وظايف مكتب، ده سؤال مهم جدا يا جماعه. مكتب الصحه اسمه لوكال هيلث اوفيس. يعني ايه مكتب الصحه يا جماعه؟ لحظه يا جماعه، قلت لكم مره من المرات يا جماعه الناس ركز معايا فيه. ايه يا جماعه؟ لو كنتاكي عنده اكل بايظ، مين اللي هيروح يا جماعه يشوف الاكل بايظ عنده؟ دكتور. طب انا رحت يا ابراهيم دلوقتي على كنتاكي، او بلاش كنتاكي نجيب مطعم شعبي، رحت على مطعم مثلا كنتاكي عنده تلوث. هو كنتاكي شعبي في حد ذاته ماشي، لا شعبي قوي عشان هيعمل حاجه في ابراهيم عايز اوصل لها. عبده تلوث، واحد اسمه عبده تلوث مسمي المطعم بتاعه عبده تلوث. ابراهيم راح يا جماعه طب عليه قال له الاكل اللي عبده فيه تلوث، انا هقفل لك المطعم. هيعمل فيه ايه؟ عايز له فلوس. لا لا ده عبده تلوث هيضربه. عبده تلوث ما عندوش حل بالفلوس، ده اغنى مننا كلنا. مش مهم ماشي، ما عندوش حل بالفلوس، عايز يعمل حل تاني مع ابراهيم يعلمه انه مش عارف ازاي. يعني ايه يا ابراهيم تقفل المحل بتاعك؟ قال له ازاي؟ هيضربه. قال له اذا لازم دكتور معاه ضابط شرطه. مين يا جماعه الدكتور اللي معاه ضابط شرطه مكتب الصحه؟ دايما هو اللي معاه ضابط شرطه وكني عارفين. عايز اقول يا جماعه ده دكتور وظايفه الاداريه اكتر من وظايفه الطبيه، مش تحت طب ده بتاع اداره. خدوا القاعده دي يا جماعه، وظايفه الاداريه اكتر من وظايفه الطبيه. ثاني واحده وظايفه الاداريه يا بنتي، وظايفه الاداريه اكتر من وظايفه الطبيه. تعالى بقى نقرا مع بعض. وظيفتي يا جماعه احفظوا اول اربعه زي اسمكم، شهادات وتسجيلات بيئه وحميات. اول اربعه زي اسمكم على يمينهم، اهو على يمينهم بالاسود دايما التسميات بالاسود. شهادات تسجيلات بيئه وحميات واحده بقى، طبعا الباقي دراسات وفحص مجموعات، لكن الاربعه هم الاساس. يعني ايه يا جماعه شهادات؟ بس يا جماعه مفاجاه، ايه يا جماعه؟ ما اعرفش القانون ده موجود عندكم في القصر ايه ولا لا؟ لما حد فينا عايز ياكل ماده، لا قدر الله، يلا حد عايز ياكل امتحان ماده، القانون بيقول ايه؟ لازم سبب قوي ان انت تكون تعبان. ايه بقى اللي يثبت ان انا تعبان؟ ها؟ دكتور رحت شهاده مرضي منين؟ سبب قلت لكم دكتور في القطاع الخاص في مكتب الصحه. هتعرف يا جماعه ايه؟ ايوه فين بقى؟ منين؟ بتيجي منين؟ من اي هيئه؟ مستشفى الجامعه. لا مستشفى الجامعه اللي انتوا بتعملوها انتوا كده ايه؟ عشان انتوا لسه صغيرين يعني بتعملوها حب كده عشان تخافوا عليهم. اللي يحصل يا جماعه الوحيد المضمون مكتب الصحه اللي معاه خدمه الناس، قلنا له دكتور وظايفه الاداريه اكتر من وظايفه الطبيه، يبقى اول حاجه سيك ليفز اللي هو ايه؟ اللي هو مكتب الصحه. بس انا عايز منين بقى؟ مكتب الصحه. تاني حاجه بقى، مين يا جماعه اللي بيسجل المواليد مع شهاده الميلاد بتاع مكتب الصحه؟ شهاده الوفيات. لحظه يا جماعه كلكم فاكرين حاجتين اتنين بس اللي بيسجلوا يا جماعه، في ثلاثه بيسجلوا يا جماعه. الانفكشن بيسجل، الانفكشن مش قلنا يا جماعه اي انفكشن في الدنيا انتوا لسه 13 بتوع جنرال، اي انفكشن في الدنيا بعمل يا جماعه ببلغ عنه نوتيفيكيشن. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ بنبلغ عشان يتسجل، يبقى في ثلاثه بيتسجلوا. ثم يا جماعه خدنا شهادات وتسجيلات، ربنا يشلك شهادات وتسجيلات. بيني يا جماعه بيئه. لحظه يا جماعه انا فضلت اسال نفسي السؤال ده وانا صغير، ما هو مش موجود في القاهره يعني، هو موجود يا جماعه في حته صغيره خالص بعض الاقاليم يا جماعه، تلاقي موجود فيها يا جماعه المغرب، تلاقي عربيه طالعه تخش الناموس. زي موجود يا جماعه في الساحل الشمالي بس، موجود شويه في الساحل الشمالي تمام. كل الاقاليم موجود فيها كده، انا موجود بس عشان الواسعه ما تشوفهاش. فانا حتى اسال نفسي سؤال، هو مين اللي بيطلع العربيه دي فلوس اخر اليوم؟ وانا صغير كده كنت احب اتامل زيكم. فاعل خير يعني مكتوب كده على النمر ورا فاعل خير. الحكومه يا دكتور الحكومه. انهي ناس الحكومه يعني؟ مين بقى الحكومه اللي بتطلع عربيه الرش ده؟ مكتب الصحه. يعني انت ابراهيم كل يوم عندك كده قبل المغرب تجيب السواق تعرف تعرش الناموس في المنطقه، تجيب سؤال في الامتحان يجي لك بقى مين اللي مسؤول على السيطره على الانسكت والرودنت والفيران والحاجات الموجوده في المنطقه مكتب الصحه؟ يبقى مكتب الصحه مع بيئه، البيئه يا جماعه بيراقب البيئه زي يا جماعه. انا يا جماعه ياخد عينات الميه ويشوفها، يطب على كنتاكي فود يا جماعه، كنت سالت شرط كنتاكي يا جماعه او 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 عبد تلوث اللي عجبها بقى، كل واحد يجيب كل مطعم اللي هو عايزه، يطب على المطعم او مثلا كان ايه البرنس اللي هو عنده 5 طن لحوم فاسده. البرنس بتاع امبابه.
يعني انت مش عم ببلد تعوص البلد يعني في في اكتر من 20 حمار مثلا اللي هم مجهولين تعرف ان كانوا اللي عايزين يوصل البلد. يعني ده عليه ملوخيه فظيعه ما ده صدم جدا ده انا اصدقها كده يعني اول ما اشوف شكله اصدق ان هو فعلا يعمل كده. لو انت شفت شكله يا جماعه اللي مطعم يا جماعه لا يا جماعه كنترول انت كنترول انت ايه العربيات قدامه بي ام واودي يا جماعه شهادات الاولى تسجيلات الثانيه ريجستريشن بيئه الثالثه انفايرمنت حميات يعني بيعمل الانفكشن بقى معاك كلها اسمع بنات بنات يا 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 جماعه يا جماعه يا ابراهيم بيعمل يا جماعه ان الحميات الانفكشن بقى يا جماعه بيعمل اهم حاجه ايمونايزيشن تطعيمات يعني مين يا جماعه انهي قسم اللي هو الوحده الصحيه مش ابراهيم مش هينفع اشتغل انهي قسم يا جماعه هو الوحده الصحيه اللي بنتكلم عنها انهي قسم هو الوحده الصحيه يا جماعه اللي بيطعم مكتب الصحه يبقى تطعيمات في حاجه صعبه هذا الكلام مش هكمل بقيه طرق الانفكشن لان لسه ما خدش يا جماعه راوند ما اعرفش التفاصيل بتاعتها ما لكوش دعوه بيها هنقولها يا جماعه للناس عشان يعرفوها بس بصوا يا جماعه مكتب الصحه بيعمل ده في الانفكشن يا جماعه هو اللي بيسجل لحظه يا جماعه هسكتها واقولها وهو اللي بيعزل وهو اللي بيجيب الكونتاكت ويعمل له الاجراءات واللي بيجيب المدرسه الكوميونتي يعمل لها الاجراءات اشمعنى اختار الحاجات دي في الانفكشن ما اختارش مثلا تريتمنت العلاج عشان بريفنتيف لا مش عشان بريفنتيف عشان الكوميونتي ان انا احافظ على الكوميونتي لا هجيب لكم بصوا يا جماعه كنترول مكتب الصحه مع حكيم الجينيكولوجي رقم واحد ظابط شرطه يبقى كل الحاجات اللي مش هيقدر ينفذ عشان عنده مشكله هقول عليه المشكله دلوقتي رقم اثنين يا جماعه الوظائف الاداريه اكثر وظائف الطبيه تيجي ناخدها واحده واحده بتاع التسجيلات النوتيفيكيشن الابلاغ دي وظيفه اداريه هو اللي معاه الدفاتر ومعاه الكلام ده النوتيفيكيشن بتاع التطعيمات دي وظيفه اداريه يا جماعه طب معايا بتاع العزل ظابط شرطه هو انت تقدر تعزل ابراهيم لما يجي حد يحبسك غصب عنك يبقى ايزوليشن بتاع العزل لحظه يا جماعه وش معنى الكوميونتي والكونتاكت يا جماعه عشان فرصه نفسهم سليم تولع في هدوم ليه احنا سليم فلازم حد معاه ظابط شرطه مش معنى يا جماعه الاجراءين دول دي حتى مهم قوي اما الكيس يا جماعه العلاج الدكتور في العياده هيعالجها تاني ايش معنى اختار كونتاكت في المدرسه او في المطعم او في المكان العام ده يا جماعه ده عايز حد معاه ظابط شرطه تاني يا جماعه دول يا جماعه الاجراءات الاداريه اللي في الانفكشن بس مش غيرها تاني والله العظيم حته صعبه جدا ايش معنى هذه الاجراءات يا جماعه اللي في الانفكشن مش بقيه الاجراءات مثلا زي العلاج لان دي كلها الاجراءات الاداريه اللي عايز يا جماعه احبس واحد غصب عنه واجيب اخوه اللي في نظر نفسه سليم ما عندوش امراض وانفذ عليه اجراءات يبقى يا جماعه اللي بيعمل هذه الاجراءات مكتب الصحه ولا تاني ايوه خلاص ناخد بالنا عليه يا جماعه هو يا جماعه اللي هيعمل بقى الدراسات الميدانيه اتفضل كنترول في كوميونتي يعني اعمل اجراء للمدرسه نفسها زي في المدرسه مثلا قافل الجامعه مثلا الكيس لا هنا مفيش كيس اصلا هنا مفيش كيس الكونتاكت ده اخد كيس المتصل او القريب هو في نظر نفسه سليم ولا مريض طب لما اجي اقول هولع في هدومه او احبسه هيرضى يتحبس انا سليم يبقى لازم حد معاه اجراءات قانونيه زي مكتب الصحه اتفضل معانا من غير شوشره كده بالظبط ناخد بقى يشارك في الدراسات الميدانيه سلبيه يعني مين يا جماعه هينزل مكان ويعمل دراسه ميدانيه سجن مثلا هل يا جماعه هينزل سجن مع ابراهيم اللي في العياده في العياده بتاعته النهارده وانا عندي بعد الظهر كده واجب قومي في السجن ما عادش ادخله يبقى لازم واحد مكتب الصحه واحد مع ظابط شرطه ثم يا جماعه اخر واحده يا جماعه ده اللي هيشارك بقى في حاجه اسمها يا جماعه يقسم المجتمع يفحص او تجلس في المجتمع زي ناخد الفود هاندلر لحظه يا جماعه لما رحت مطعم يا جماعه مش لما تروح مطعم تلاقي واحد معلق صوره ضرب فرحان بيها وراه تمام ودايما في صوره منبره كده ودايما صوره زرقاء ما اعرفش ليه تمام واسمها شرطه صحيه عشان اطبق عليه الشرطه يا جماعه يقول لك انا معايا شرطه صحيه والله يا بيه اي واحد شغال في مطعم يا جماعه عنده شرطه صحيه حتى لو كان شغال يا جماعه في مطعم هيلتون بس انت مش هوش ليه يا جماعه في هيلتون عشان انتم مش عايز تفشخر فيها مش خايف من ظابط شرطه اما يا جماعه اي مطعم غلبان معلقها ورا اسمها شرطه صحيه بقى يا جماعه بالعالي يا جماعه دي وظيفه اداريه ووظيفه طبيه يبقى اللي عملها مكتب الصحه زي يفحص الثاني يا جماعه تكلم بقى الموضوع بقى حبيبي اسمع بقى لما يا جماعه عايزين تفتكروا في الامتحان وظائف مكتب الصحه كلمه واحده بس كل الوظائف الاداريه بتاعت مكتب الصحه مش دكتور ده عمال بقى سجلات ويبعت ويشيل دفاتر ويطبع على الناس ويفش الناس كلها وظائف اداريه امسكهم بالملايه يعني. طيب يا جماعه هذا الكلام ناخد بقى يا جماعه العنوان اللي بعد مش جاي في الامتحان مين التيم يا جماعه اللي شغال في البرنامج لسه فيه ما تقراهوش يا جماعه ناخد بقى العنوان ده بس اسمحوا لي دقيقه واحده ممكن يا جماعه دقيقه واحده استخدم بس غير ميه دقيقه واحده بس لان اللي جاي بقى رخم وعايزه مزاج يا جماعه يا جماعه يا ابراهيم ابراهيم بتقعد عشان تدري بقى الموضوع عايز فلسفه عاليه جدا عاليه جدا مصر فلسفه فنفسي مره تدي فرصه لفلسفتك تطلع لا انا متفيلسه لا اديها فرصه الاول اديها فرصه اديها فرصه لو عايز اديها فرصه الاول يا تقعد انت مش اديها فرصه لاي حاجه تطلع تقعد مش اديها فرصه لاي حاجه انا كل حاجه طالعه بس انت اديني فرصه بسرعه 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 طريقك مسدود ومسدود سؤال بقى ليكم ما تجاوبوش مع بعض يا جماعه طب الاسره فاميلي ميديسن ايه الفرق بينه يا جماعه وبين برايم هيلث كير قلتها وحبيبه بتوع بره ايه الفرق بين فاميلي ميديسن والبرايم هيلث كير ده الاسم المتطور للبرايم هيلث كير يا جماعه يعني بتعمل نفس الحاجات ولا ما بتعملش نفس الحاجات نفس المهام نفس الوظائف يا جماعه ايه الفرق
في كونتينيوتي اوف كير. لا اقول لك بقى الفرق يا جماعه، حته في الكليه قاعد يعك ويعك، اقول لك بقى الفرق عمرك ما تنساه. الفرق يا جماعه بين اليابان اللي هو مجتمع متقدم صح؟ احلى مجتمع. وامريكا اللي هو مجتمع متقدم، ايه الفرق اللي تلاحظه؟ عايز اقول لك واحد في الشرق وواحد في الغرب، ايه يا جماعه الفرق بين الشرق والغرب المتقدم؟ مش شغال يا احمد. لا، ايه اللي يخلي اليابان عندها قيم بالاضافه للحضاره؟ الامريكان عندهم حضاره مفيش قيم. او تبادل قيم. عندها كل حاجه وامريكا عندها نص. يعني ايه اللي يخلي اليابان يا جماعه لسه ناس مغطيه صوتها بتعمل بعض بالشراكه يوطوا لبعض كده؟ ايه اللي بيخلي الامريكان بيضربوا بعض اليابانيين؟ وبرضه عندهم برضه صوت مش هو. لا لا هقول لكم بقى، لا 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 ما نسالش دي خالص. بصوا بصوا الفرق يا جماعه، الفرق نظرة الدولة لوحدة تركيب المجتمع. كل بقى معايا لحظة لحظة، خدوا بقى بالراحة. ايه وحدة تركيب الكربوهيدرات؟ المونوساكرايد. المونوساكرايد ايه يا جماعة؟ وحدة تكوين اصغر وحدة في البروتين، امينو اسيد. بصوا هم هناك بقى باصين يا جماعة اصغر وحدة في المجتمع في اوروبا ايه وامريكا بقى يا جماعة؟ اصغر وحدة في المجتمع، يعني مجتمع مكون 100 واحد، مجموعة وحدات. طب الوحدة بتاعت المجتمع ايه؟ هناك الفرد. وبالتالي قيمة الفرد لو تعرضت مع قيمة الأسرة الفرد اللي يمشي. فمن قيم الفرد، معلش التشبيه ده وارخ مش بس ده التشبيه الوحيد اللي فاهمه. لو من قيم الفرد يا جماعه حريته في الشذوذ، اذا لو تعرضت مع قيم الاسره حريه الفرد عندنا اغلب حافظ عليها. ايوه مش كده حافظ بقى. اما اليابان يا جماعه، اما اليابان بقى اصغر وحده للمجتمع الاسره. الدوله في حد لا الاسره، لا لا الاسره يعني وحده المجتمع اسر. فلو تعرضت حريه الفرد مع الاسره، الاسره بتمشي. هو ده الفرق بين الشرق حتى المتخلف والغرب. احنا عندنا الاسره هي اصغر وحده في المجتمع، هم عندهم الفرد اصغر وحده في المجتمع. سواء المثل بقى هو ده البرايمري سكير والفاملي بريس. البرايمري هيلث كير اصغر وحده الفرد، فلما يجي لي فرد العياده عندي وروح ايه؟ الفاملي بريس اصغر وحده الاسره، فلما يجي لي فرد العياده اقول لك ابوك ومامتك وابوك وعيلتك مش هسيبك. بس هو ده الفرق. البرايمري هيلث كير هي الفاملي بريس بس بيبص الاسره اهم من الفرد. الفكره اما البرايمري سكير بيبص الفرد مش الاسره. ابدا هو هي ده الفلسفه بتاعته. هو مش مثال حلو، هو مش مثال ليكم بس هنا في الكليه ما عادش بقى الفلسفه بتاعت ايه. يعني بص بقى، وعرفتوا بقى، عرفتوا بقى ليه الليبراليه الغربيه متحرره قوي والليبراليه بتاعت الليبراليه بتاعت اليابان مش متحرره قوي؟ عشان الفرق بس المجتمع مكون من ايه. بص بقى هناك بقى، عرفتوا بقى السؤال الاولاني بقى ليه بقى المجتمعات هناك يا جماعه احنا متاخرين 200,000 سنه ضوئيه؟ احنا ماشيين حبي، لا عندنا بقى وحده الاسره واحنا ماشيين كده وخلاص. مش عارفين احنا ما عندناش وحده اصلا، مش عارفين نبص على مين. احنا مش عارفين، احنا عايزين نحافظ على مين في المجتمع. لا يا جماعه بالراحه، اليابان يا جماعه عندها الاسره مقدسه جدا لغايه النهارده يا جماعه. الزوجه تغسل رجل جوزها مثلا الذي ما سمعش معناها الناس. ليه بقى؟ لان عندهم المجتمع كله مقدس، اصغر وحده في المجتمع بيحافظ عليها الاسره. اما الغرب ولا فارق مع الاسره، تحافظ على الافراد. هي دي الفكره ببساطه، هي دي الفرق يا جماعه بين الشرق والغرب. تغسل رجل جوزها، يعني قصدي لسه بتعمل حاجات شرقيه غير اللي بيحصل يعني. مش سيد لاين يعني لسه، يعني لسه عندهم حاجات غريبه قوي في تعارض التقاليد بتاعتهم متوارثينها في اليابان. ما انتهتش، حط لها مانيكير. طيب بتقدر يجيب نفس يعني تعيش في واحده 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 واحده. بقول لك يا جماعه الفاملي هيلث موديل بقى اللي هو يا جماعه نموذج وحده طب الاسره. قال لك يا جماعه سؤالك بقى، هناخد الاول بقى تعريف الاسره. يلا ده حته حلوه قوي، ولازم يعرف الاسره يا جماعه. ما احنا ممكن نجيب اي اثنين زي كندا تمام، او اي اثنين زي الغرب ونقول دي الاسره. على فكره كندا عملت كده يا جماعه، لما هناك عرضوا انهم قانون الشذوذ فقال لك بقى الاسره هم اي اثنين مرتبطين بعلاقه نفسيه. نفسيه؟ قال لك لا بقى، لا 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 لا، شوف بقى المتعارف بقى. قال لك هم يا جماعه الناس اللي ليدت باي بلاد او مارج، يعني يا اما لحظه يا جماعه، يا اما زوجه يا اما ابن. لا مش باي بلاد يعني دم. لا لا يا اما البلد يا اما المال. ده مال بعدها انواع الاسره. احنا عندنا جماعه في اللغه العربيه الاسره لها كم اسم؟ اسره وعيله. ايه الفرق بين الاسره والعيله في اللغه العربيه؟ عيله كبيره. العيله الكبيره والاسره يا جماعه بابا وماما واخواتي. هنا قال بس هم ما عندهمش العيله. فقال لك ايه بقى يا جماعه؟ نيوكلير واكستندد. الاولى الاسره والثانيه العيله. ومال الاسره يا جماعه؟ اللي هو الاب والام والاولاد. اما العيله بقى يا جماعه اللي هو بقى ايه؟ العم والخال والكلام ده. بعد يا جماعه قال لك فين اماكنها؟ فين يا جماعه الاماكن بتاعه طب الاسره يا جماعه؟ في الارياف، في المدن الرورال وايرمان، في وحدات طب اسره في الارياف والمدن اللي بقى صفحات. ناخد اللي بعد كل ده مش جاب امتحان، ده الفهم بس، كل ده الفهم بس، الفهم اللي بنسم كله الفهم بس. قال لك تعريف بقى الفاملي براكتس يا جماعه. بصوا بقى عفريت الجمله ابراهيم، بص ابراهيم اخر جمله بص يا جماعه، اللي بيبص ذا هول فاميلي كل اسره از وان يونت. صح على فكره ما بقولش الكلام ده خالص، بيقروها مش عارف اصلا يجيبها منين. عامل انا قعدت سنين عشان اجيب المدخل ده. يعني ايه الفرق بين طب الاسره في الفلسفه؟ هو يا جماعه بيعمل نفس الخدمات بالظبط، الفرق الوحيد النظره عامله ازاي؟ بيبص لها من زاويه ايه؟ بنات. ناخد بالنا يا جماعه؟
قال لك عشان تعمل طب الاسره يا جماعه يا بنات 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 عشان تعمل طب الاسره يا جماعه ايه طب يا جماعه حد يقول يا جماعه لسه انا من شويه صورين حالي يا جماعه ايه الفرق بين طب الاسره مع فاميلي ميديسن يا جماعه والبرايمري هيلث كير ده بيبص للفاميلي كلها وده بيبص مين يا جماعه الفرد لحظه يا جماعه وطالما ده بيبص للفاميلي كلها يبقى لازم شرطين دكتور واحد عارف كل الاسره يبقى نفس الدكتور ويعمل لكل اسره ملف بس يعني الملفات عندنا مش بالافراد بالاسر يعني انت لو مالكيش ملف انا عارف الاسره لها ملف اه بس ده الفرق اما بتاع البرايمري هيلث كير بيبص ازاي بقى انت ليكي ملف وبابا لي ملف فهمت الفكره لا كل واحد ملف لوحده احنا بس ما عندناش ملفات اصلا اه ليه ما يبقاش في ملف للاسره وجوه كل اسره ايوه ما هو ده بيحصل هو كل اسره في ملف جوه بس مش ملف واحد بقى يعني اوراق بقى جوه نفس الفايل بيبرز مع بعض طيب مع هلا في جماعه نفس الكلام بقى في فولدر في فاميلي فولدر يا جماعه ايه الباكج اللي تقدم على لحظه مين يا جماعه عبقري يعرف لي الباكج بتاع الخدمات اللي تقدم في فاميلي ميديسن ايه روس لحظه روس بتاعه البرايم هيلث كير كلها دي مثلا قول ورايا يا جماعه صح ولا غلط الفاميلي ميديسن في هيلث كير صح ولا غلط في انفايرمنتال سانيتيشن يا جماعه صح ولا غلط في يا جماعه ام سي اتش صح ولا غلط روس كل حاجه ثم يا جماعه ناخد بقى بصوا بقى يا جماعه البارامترز المعايير بتاع طب الاسره على فكره ده قله ادب عامل ايه هات يا جماعه البرنسبلز كلها بتاعت البرايم هيلث كير وحطها كلها هنا زود واحده كان المفروض تتحط هناك يعني عارفين يا جماعه هناك رقم برنسبل يا جماعه مين اللي فاكر رقم واحده قول مثلا 12 تمام زود رقم 13 واحده منهم بس يعني رقم واحد متكرره تاني ورقم ثلاثه متكرره تاني رقم اثنين جديده انتجريتد اقول يعني بقى رقم واحد ما كومبرنسبل يعني مش علاج بس علاج وقائي شامله رقم 2 كونتينوس مستمره في العمر كله يا جماعه بنات بنات هنا بنرخم شويه رقم 2 يا جماعه انتجريتد لحظه يا جماعه دوق ركز بقى دوق ما شاء الله عليك اللي جاي كله هتشيل عليك مش النهارده الحصه الجايه كلها واتكلم يا جماعه ببساطه خالص يا جماعه حد عارف يا جماعه في فيلم الناظر حد فاكر فيلم الناظر اه طبعا لا ما اعرفش هي يا جماعه مش فاكر مين اللي كان انت مدرسه ايه انا مدرسه رياضه مدرسة مثلا العربي على دولة العرب فلوس وتجيب ايه؟ مدرسة عربي بس زكريا الدنيا بص لحظة مصر يا جماعة عاشت زمان كده يا جماعة عارف ايه؟ انت ابراهيم متخرج من اداب عربي انا مدرس عربي ومدرس حساب انا من الدولة اجيب حد يبقى مدرس حساب اه انا متخرج من حسابات ومعلومات ما تسحبوش على الناس يا جماعة تقول يا فاطمة انتوا في الطب كده الدولة قالت يا جماعة بصوا الدولة دي بقى يا جماعة الدولة قالت يا جماعة ده العالم كله كده يا جماعة هو احنا لو جبنا دلوقتي مع دكتور بطنه هنضطر نجيب له مكتب كل يا حبيبي عشان فاضي احمد ده يبقى دي كتير بالظبط هنقول بقى من غير اي حد ايديه هنضطر نجيب له مكتب يكلفنا مثلا 1000 جنيه ونجيب له سماعه ونجيب له جهاز ضغط ونجيب له كرسي قدام المكتب تمام ونديله مرتب 127 جنيه وبعدها لو جبنا دكتور يا جماعه متابعه حوامل هنجيب دكتور تاني ومكتب تاني وسماعه تانية وجهاز ضغط تاني وكرسيين تانيين ب 127 جنيه ولو جبنا دكتور اطفال مكتب تالت فلا فلا لا انت يا دكتور تشتغلي نجيب لك مكتب واحد وجهاز ضغط واحد وسماعه واحده وعيان واحد لحظه و 127 جنيه لحظه وتشتغلي دكتورة اطفال ونديكي 3 جنيه حوافز وتشتغلي بطنه و 3 جنيه حوافز اه وتشتغلي فاملي خلاص يا جماعه فاملي بلان و 3 جنيه حوافز وتشتغلي ام سي اتش و 3 جنيه حوافز ومكتب صحه و 3 جنيه حوافز يطلع مرتبك يا احمد في الاخر 152 جنيه 24 جنيه لحظه حد عارف بقى كلمه انتجريتد يا جماعه حد عارف كلمه ده اللي بيحصل مصر فعلا انتوا لو بصيتوا على يا جماعه ايامنا ما اعرفش دلوقتي عامله ازاي انا طبعا استقلت من زمان جدا مفردات المرتب عباره عن الاتي 3 جنيه عشان بتشتغل خدمه زياده تنظيم اسره بدل ما يجيب دكتور تنظيم اسره تاني حد قال لك كلمه انتجريت تاني يا جماعه مدمجه عارفين مدمجه يعني يا جماعه العمده الالي عارفين ايه في كل حاجه انت بتاع كله تمام هو ده فكرتها ببساطه يعني انا بتاع كله تمام لا انا يا جماعه مدرس انجليزي ومدرس رياضه انا مدرس عربي ومدرس رياضه يعني معايا الفكره يا جماعه الفكره عبقريه هي دي فكره الممارس العام اه بس الجي بي عارفه ايه انا بتاع كله يعني الجي بي ده ابن حلال ولا لا ده احسن على فكره ده من اهم التخصصات فعلا دكتور دكتور يا جماعه دي بقى انتجريت يا جماعه تعالى بقى قال لك بقى كل الخدمات الاف وان بيست مش بس دكتور واحده يعني انا اعرف اعمل كله هتيجي مره واحده تمام هنظبطك في كل حاجه لا 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 اتشال 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 وبلغ الدولة مخبر اكتب معايا عشان ما انساش مخبر يعني دكتور ومخبر وظائف الدكتور بص يا ياسمين ياسمين وظائف الدكتور بص زياده عن كده اديك مثال زياده عن كده انا عاملها لوحدي وايميونايزيشن وهيلث اديوكيشن وزود حاجات زياده
بس يا جماعه بعرف النيدز. ثم يا جماعه العيون ده طبعا ما حطوش انه يجي الكليه عمره وهو جاي. عارفين يا جماعه ده بقى فلسفه بقى ايه وكلام بقى ناس فاضيه بقى. كلام شكلها قال لك بقى الميلينيوم ديفلوبمنت جولز. عارفين يا جماعه اهداف التطور بتاعه الالفيه دي حاجه عملتها في الامم المتحده الالفيه. جت سنه 2000 عملت حاجتين اتنين ابراهيم. طلعت ويندوز كده كان اسمه ميلينيوم تقريبا. أيوه. كان بيضرب كل ربع ساعه ربع ساعه لهول يعني. أيوه. تبرأت منه شركه مايكروسوفت. تبرأت منه فعلا كارثه. ربع ساعة ويضرب ما يكملش حتى من ربع ساعة فيها ويضرب. أيوة. وراح عاملين حاجة اسمها أهداف الألفية. نزلوا ويندوز الألفية وأهداف الألفية. إيه بقى أهداف الألفية يا جماعة؟ طبعا كلام يا جماعة انتهى. طب احنا سنة 2015 بصوا قال لك بحلول سنة 2015 بحلولها يا ما تيجي 2015 نكون حققنا 8 جولز. إيه بقى الثمانية بقى يا جماعة؟ يلا رقم واحد نهدي مش نقلل نهدي على البابرت الفقر والجوع. تمام؟ ثم يا جماعة يبقى التعليم الاساسي الابتدائي يعني يبقى او الابتدائيه والاعداديه يكون يا جماعه على المستوى العالمي يونيفرسال. ثم يا جماعه يبقى في مساواه ما بين الجنسين. ثم يا جماعه يبقى في مثلنا هيلث صحه اساسيه للحمل وتشال صحه الطفوله والانفايرمنت. حاجه اسمها استدامه البيئه. طبعا البيئه المستدامه دي قصه كبيره جدا. مش نظافه البيئه. في بيئه مستدامه يا جماعه يعني البترول ننظمه عشان يقضي كل التاريخ الانساني اللي باقي. ننظم يا جماعه الغابات ما تقضيش عليها عشان الاجيال القادمه. طبعا الكلام ده كله ثم طبعا نرجع للغابات. لكن البترول دي هو البيئه المستدامه ده قصه كبيره جدا يعني. والتربه زي ما تتجرفش هو ما جاي يعني اهداف الالفيه اهداف التنميه بتاعت الالفيه. التنميه بتاع الالفيه مش احنا بدانا الالفيه كده من سنه 2000 دي 2000 اخرى يعني ال1000 سنه القادمه يعني اهداف التنميه. لا ده هم كانوا عايزين يعملوا ده. هم كانوا عايزين سنه 2015 نحقق 8 جول السنه دي. ايه تبقى السنه دي يعني يكون وصلنا لهذا التحديات ما حصلش هذا. ثم يا جماعه يبقى في شراكه ما بين دول العالم في التنميه. يعني ايه شراكه؟ مع يعني امريكا تصرف على التنميه في مصر ومصر تصرف على التنميه في السودان وكل ده واضح. تمام يا جماعه ما تقدروش طبعا مش جايب امتحان. ثم عندنا ثلاث تعريف نقولهم متكئ على الله. ايه بقى الثلاث تعريف؟ هي عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ما تخلص منها فائده لكل طفل. يلا يا جماعه بس انا عملت ايه؟ انتوا الاثنين تخلص منكم انتوا الاثنين. يلا يا جماعه ما تقراش اي حاجه ابراهيم. تقرا ايه ابراهيم؟ مش جاي في الامتحان ابراهيم. بقول عشان قلت لك كل حاجه وبعتت فيها ما لغيتش وتبقى قلقان ان انا لغيت. انا بقول لك انا قلتها وما عزك مش جاي. ما تقراش نفسك فيها تاني وما تقراش نفسك فعلا. هو يا جماعه في الكليه هم حضروا مش هيوصلوا لده اصلا. والله لا اقول لماما يا دكتور. هناخد بقى يا جماعه شويه تعريف. لحظه بقى عشان تحت حلوه قوي قوي قوي. وعلى فكره تعريف ناقص. حد يا جماعه يعرف الكوميونتي يعني ايه؟ يعني ما ايه بالمعنى لما اقول احتياجات المجتمع يعني بتوع مثلا مهتمه باحتياجات المجتمع بتاعها يا جماعه او لازم المجتمع خلاص مش حاجه احتياج المجتمع. ما تعريف المجتمع يا جماعه؟ مجموعه من الناس بتشار صفات معينه. شيري بقى شيري حسين فيه. يلا شيري يا جماعه. يلا ايه الحكيم شيري يا جماعه؟ يا بنتي ربنا يشيلك. لوكيشن مكرر. شيري ها لوكيشن مكرر. لا اجيب لك مثال. مثال. طب ما انا مصر وليبيا في نفس المنطقه. اللوكيشن في نفس المنطقه العربيه. لا انا بتكلم لوكيشن يعني مصر القديمه امبابه. لا لا مش لازم لوكيشن. انتوا هو انت كلهم بس مثلا هما اتنين تلاته نتخلص منهم. ده كلنا كده يا مهندس. انا في الاخر هحافظ على فاطمه وجورج تمام وعبد الرحمن وزياد. على فكره انا ما اتكلمتش قعدت ساكته من اول ما انت طالما قاعده جنبهم تبقى خلاص انا خلاص ازاي؟ نوره انت مؤذيه يا نوره. قصدك ايه يا دكتور؟ قصدك ايه؟ والله لا اقول لبابا هو كمان. لا يا جماعه عايز اتكل على الله. يلا يا جماعه ببساطه خالص يا جماعه يا ابراهيم يا احمد يا احمد سؤال ببساطه يا جماعه شرط انا بطول فيه لانه صعب القرايه. لو قلناه بسرعه ما حدش عارف يقراه اصلا. ببساطه يا جماعه حد يا جماعه تعريف المجتمع يا جماعه؟ تعريف المجتمع حاجتين اتنين. طبعا يا جماعه شيل بقى الصفات واللوكيشن واللي انت عايزه كله والتاريخ بقى وعايز تزود باللغه و بس شيل حاجه ثانيه يا جماعه مؤسسه الاداره الواحده. والا طب ما انا زي ليبيا في التاريخ وزي ليبيا في الصفات. بلاش انا زي انت زي السودان. بلاش زي السودان. اجيب لك دولتين شبه بعض المانيا وفرنسا. طبعا شبه بعض في التاريخ والصفات و ولكن الاداره مختلفه. ولكن الاداره مختلفه. لبنان وسوريا. يبقى الاداره مهمه. تعالى نرمى بعضها يا جماعه. اديك مثلا ابراهيم مصر القديمه مثلا وحلوان دول الخليج اه شبه بعض في كل حاجه. لكن ليه اتفصلوا؟ ليه بقى ده مجتمع ده مجتمع ثاني عشان الاداره؟ هنا هنا حي ده حي ثاني. ربع بعض بقى. قال يا جماعه لو شير بقى حط بقى كالشر وايدنتي الهويه و يا جماعه النقطه الثانيه يا جماعه يبقى شير اول واحده يا جماعه وثاني واحده يا جماعه اوبريتس بيشتغلوا من خلال نفس المؤسسه. يعني ايه يا جماعه؟ اديك مثلا ابراهيم انت في قريه يا ابراهيم بصوا مثلا يا جماعه قريه فيها وحدتين صحيتين يبقى فيها اثنين كوميونتيز. مش دي واحده بتدير مجموعه من الناس ودي واحده بتدير مجموعه من الناس. يبقى لازم شرطين شير وتدار من خلال مؤسسه. فهمت الفكره ولا لا؟ يعني يا جماعه يعني يا ابراهيم اديك مثلا ابراهيم في العراق يا جماعه لما الاكراد خدوا حته والشيعه خدوا حته والسنه خدوا حته بقى ثلاثه كوميونتيز.
لان ثلاث ضربات مختلفه. السودان لما اتقسمت بقى ثلاث ضربات مختلفه، في شرطين مش شرط واحد. تعريف يا جماعه عشان اقول لكم التسكيمه بسيطه اهو. ثم يا جماعه دي حته حلوه بقى، حتى يا جماعه بقى تعريف الاحتيال اللي اتفرج فيكم على فيلم البيضه والحجر، ده من اهم الافلام في الدنيا حسب النظر يعني. طبعا البيضه والحجر ده احمد زكي. ده احمد زكي سلبت على فريق اللي هو بيقول وكيل النيابه بيبين بقى مصر البلد. قلت لك حلو تمام. انا صاحب مبدا ليه؟ قال هو قد اقر انه صاحب مبدا اللي هو يعني دي جريمه على فكره. الحته دي يا جماعه بتهزني كل ما اشوفها في حياتي. دوله بتقول هو هي اللي بيكتب وقد اقر انه صاحب مبدا. عارفين يعني ولا لا؟ انا عايز نسمع من غير اهداف ولا مبادئ. لا يا رب بيقول انا عندي مبدا. قال وقد اقر اعترف وقد اقر انه صاحب مبدا. يعني جريمه يا بنتي. اه يعني هي الارض هي فهو ايه هي ايه انتوا بتكذبوا عليا؟ مدح. بص يا جماعه احمد زكي قال في المقدمه ويعلم الطلبه في المدرسه بتاع الفيلم ده، قال لهم تعريف الاحتياج. لما قالوا تعريف الغنى قالوا بقى ايه حاجه يا جماعه؟ ما تعريف الاحتياج يا جماعه؟ الاحتياج مش معناها انا فقير. ده ممكن يبقى اغنى واحد في الدنيا ومحتاج واسقر واحد في الدنيا ومش محتاج. الاحتياج هو الفرق ما بين الايز الموجود واشوف بيه اللي انا عايزه او البيه اللي انا عايزه. يعني يا جماعه انت عندك ايه ورغباتك ايه؟ اما يا جماعه لو رغباتي على قد اللي عندي مش احتياج. ولو عندي كتير مش قد رغباتي بقى بس هي دي الفكره ببساطه. يعني رغبات عليك عبقري جدا يا جماعه. قال لك ما تعريف النيد يا جماعه؟ قال لك النيد يا جماعه هو الفرق ما بين وات از الموجود وات شود بي ما يجب ان يكون. يعني يا جماعه الواقع بتاع الصحه دلوقتي ايه وحلمنا ايه؟ في جاب بينهم يبقى في نيد. مفيش جاب بينهم مفيش نيد. فهمت الفكره ولا لا؟ يعني زي الكتاب ما قال عندنا يبقى مفيش نيد. تعالى الرابع بعدها يبقى بقى ما تعريف النيد اسس ان معناها هيس الجاب. طيب في حاجه صعبه في هذا الكلام؟ ثم كمان بعدها بقول لك بقى انت يا جماعه بتقيم ليه اي مجتمع يا فاطمه؟ عايز يا جماعه انت يا فاطمه انا قلت لك دلوقتي انزلي قيمي النيدز بتاعت المجتمع الفلاني بتاع طب القصر العيني، انت مستفيده ولا تعبانه؟ انا كمان مستفيد. بصوا بقى معايا تعالى بقى رقم واحد يا جماعه، هناخد من رقم اثنين يا جماعه. انت لما تقيم النيد هعرف النيدز ماشي، وبالتالي هخطط برامج تحل هذه النيدز ماشي. بصوا رقم واحد بقى، وانت يا جماعه تسال الناس انا بستفيد عارفين ايه؟ بفهمهم طبعا. لا فهمت يعني انا ممكن كان في خيالي مثلا ان النيدز بتاعتهم كذا وكذا، اروح له تقول له النيدز بتاعها حاجه ثانيه خالص غير الشرح. موضوع الزين انا سيب لها برضه ساعه الا ربع كده من كل حصه اللي هي ساعه الا 10، يعني كل ساعه الا ربع تتكلم فيه تمام. يبقى طلع ان انا اندرستاند نيدز كده خلصت خلاص تمام خلاص. انت مش فاهم لا خلاص. ايه الحته اللي انا قلتها يا جماعه في التعريف الاولاني؟ ايوه بس التعريف الاولاني بقى اول حاجه التعريف. التعريف يا جماعه انا قلته كله ما عدا الانمي. طبعا الانمي طبعا هي السمري بتاع الابناء. يعني احمد يا احمد هات لي اول صفحه يا احمد تاني اول صفحه. قال لك ايه بقى يا جماعه؟ كنا واخدينه في قلب البرايمري سكريت انكلودز ات انكلودز اكتب جنبها اليمنتس. يعني اكتبها ازاي بقى؟ لا هنا هنا يا حبيبي يعني ات انكلودز اليمنتس اكتب اليمنتس. لحظه بقى اكتب ايه بقى يا مهنور؟ خلوك بس كده يا جماعه ما اكتبش صفحه تاني. امال اكتب يا جماعه؟ مثال على البروموتيف ومثال على البريفنتيف ومثال على الكيورتيف. ما انت تكتب صفحه تاني يعقل؟ هنا بقول لك ايه بقى في التعريف؟ كمان التعريف بقى ات انكلودز صح يشمل ايه؟ اكتب الايه لما تكتب الايه بس. هات لي بقى فيها ابراهيم مثال على كل واحده، بريموت بواحده والبيورت بواحده والبريفنت بواحده. ايه اللي هيجي في الامتحان يا جماعه؟ يا اما البرنسبلز اهو ثلاث حتت هيجوا بس يا جماعه، يا اما الديفينيشن اهو نص صفحه، يا اما البرنسبلز صفحه، يا اما الايلمنت حاجه منها. بسرعه البرنسبلز وايه ثاني؟ والايلمنتس والديفينيشن. الحصه الجايه ان شاء الله ان شاء الله ايه؟ لحظة يا جماعة لحظة، خدوا بالكم يا جماعة انتوا بقالكم معاهم في الجنرال حصة واحدة بس ان هو هيدخلوا انفكشن وانفكشن مبني على سكيم. ممكن لا ما تاخدوش سكيم هو مبني على سكيم. يا جماعة عشان خاطر مختصر المرة اللي اتأخرت والعافية.